مشاهدينا الاعزاء في كل مكان سأفطركم مرحبا بكم الى عدد جديد من برنامج حنا في رمضان على الهواء مباشره على قناتين الشروق العامه وشروق نيوز، دائما شركائي في الحوار فيصل ميطاوي. فيصل سأفطرك مرحبا بك. سأفطركم مساء الخير لك والاخوه المشاهدين. نبيله رزاق سأفطرك. فطورك غدا وفطور كل المشاهدين. مرحبا بك فريده إدقاسي سأفطرك. سأفطركم الجميع. مرحبا امينه وسام. صح فطورك قاعدة، صح فطورك المشاهدين الكرام. وأخيرا وليس أخيرا جمال نادية، صح فطورك مرحبا بك. صح فطورك قاعدة وصح فطورك المشاهدين. ضيفنا هذا المساء مخرج عمل كسب العديد من الجماهيرية والنجاح، يحظى بمتابعة الكثير حتى الآن بعد الحلقة الأخيرة. قبل قليل على شاشة شروق العامة شفتوا كواليس هذا العمل ميكينج أوف، وشفنا مدى المجهود الكبير الذي قدم لي خلف هذا المشروع. هذا المخرج وضع اسمه ضمن أوائل المخرجين في السنوات الأخيرة. العام الماضي قدم مسلسل الضامة، حصد نجاحا وجماهيرية كبيرة، ولم تكن بالصدفة لأنه هذا العام أيضا يقدم مسلسل البراني بنفس النجاح ربما أكثر. صاحب مشروع، صاحب رؤية، ومخرج يعرف جيدا أدوات التي تمكنه من الوصول إلى عقل المشاهد قبل قلبه أو دغدغة مشاعره. هذا المساء معنا يحيى مزاحم مخرج مسلسل البراني. يحيى مساء الخير. الخير مرحبا بكم، صح فطوركم أصدقاء واللي نعرفهم صافي لونتون والناس اللي نتعرف بهم والجمهور. حبيت بكر فقط إلى ممكن ترحموا على شهداء فلسطين، إلى ممكن الناس يموتوا كل يوم في كل دقيقة، مش ما نساوهمش يعني، هذه أهم حاجة. صح صح. إذا حبيت والله مدى بيا يعني مدى بيا. احنا عندنا وقفة خاصة من بعد عن فلسطين. أنا باسك يعني هم كل يوم أنا يعني حتى في العمل في البراني يعني صار لي تأخر شوية نفسي لأنه صعب علي باش نكتب ولا نخدم، وفي نفس الوقت نشوف أطفال تموت في كل يوم. يعني حبيت باك نذكروا هذا الشيء باش الناس ما تنساش. صحيح. مع الدراما مع يعني لازم تفكروا يعني ما نخموش في الدراما، نخموش في الواقع. طيب لحظة صمت احتراما لإرادة المخرج يحيى مزاحم واحتراما للأرواح التي تسقط على فلسطين. شكرا يحيى مزاحم على هذه الالتفاته، وطبعا هذا اقل واجب، اقل واجب مما نراه في الصوره من دماء. وكما قلت عندنا وقفه فيما بعد ان شاء الله يا رب. حتى الدراما يمكن ان تطرق هذا الموضوع، وان كان بشكل ليس على مستوى الحدث، ولكن سنتكلم على الموجود على الاقل. طيب مشاهدينا الاعزاء، كما قلت يحيى مزاحم هذا المساء معنا، اسئله كثيره تطرح حول المسلسل البراني. سوف نستغل هذه الفرصة في وجود يحيى مزاحم لنسأل عن هذا العمل، كواليسه، أبطاله، شخصياته، تفاصيله. ربما ستجدون إجابات كثيرة عن أسئلة تطرح من طرف الجمهور الذي شاهد هذا العمل، وبقيت بعض الأسئلة عالقة حوله، أو حتى الجمهور الذي لم يتابع وربما يؤجل المشاهدة إلى ما بعد شهر رمضان. فكونوا معنا، بقوا معنا على مدار الساعتين. وأولا كما ولفنا زميلنا وصديقنا سكتش يقدم لنا زابينج، خلاصة الشاشة الرمضانية في 24 ساعة اللي فاتت مع سكتش زابينج. سكتش زابينج كالعادة يقدم لنا ملخص تاع الدراما والكوميديا في 24 ساعة اللي فاتت. دوكا لقينا لو تيلي سبيكتاتور اللي يشوف ريغوليرمون لا سيري هذيك اللي تجوز في البلاد. يشوف كل شيء هو. يشوف كل يوم. يشوف كل شيء هو، يشوف كل شيء. لازم يشوف. وي. طيب نعود نرحبوا بالمخرج يحيى مزاحم اللي معنا هذا المساء. يحيى مرحبا بك مجددا. مرحبا بك. وقبل ما نروحوا إلى بعض الميكينج أوف، لأنه قبل البرنامج ما ندخلوا في المباشر كان المشاهدين اكتشفوا جزء من كواليس العمل، المجهود اللي كان وراء الكاميرا وغيرها. فريق عمل كامل كان وراء نجاح البراني. فنعطيك ربما سؤال خفيف يحيى مزاحم، بعد الانتهاء من العمل وش تدير؟ استراحة محارب، تفكر في المشروع القادم، ولا تقعد تستمتع بالنجاح؟ والله عباك حاجة الأولى تبدأ تلوم روحك على الأخطاء اللي درتها.
هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية بدأت تفكر كيفاش ما تريحش بزاف، حنا ما نحبوش راحة الوقت اللي نريحو. أنا ما نحبش لي فاكونس، أنا كطبيعة ما جامي ندير جامي رحت فاكونس، ما نحبش لي فاكونس، ما مليح لي فاكونس ما نحبهمش. ماشي نحب لي فاكونس باغي تروح تمشي بالك ولا بهذيك تقعد هكا تريح، ما نحملهاش. ما ماذا بيا نخدم ماذا بيا نخدم مجرد انتهاء البراني راك بديت تحوس على خدمة واحدة أخرى. مشروع قادم خدمة واحدة أخرى، ميم كي ما لقاش نخدم مع عفسة واحدة أخرى ميم باطل، ما يهمنيش ليسونسيال. تسلي روحك بالخدمة، إيه تحب تسلي روحك بالخدمة. إحنا نحبوا هذا الميتي، درناه حب ما درناش. وتبان لي هذا هو اللي كنت باغي نقولها، باللي ما نحسوش باللي عمل ولا وظيفة، نحسوها باللي عشق وحب. عشق متعة 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 كبيرة، شغف أكثر من الحب. راكش تفكر في إما بعد البراني، البراني اثنين مثلا؟ سؤال أولي. إن شاء الله راح نبداو نحكيو على كل هذه الأمور. سي هاسكو هادي كوميديا ولا دراما؟ مازال نديرو كوميديا. رانا سهرانين يحيى، راه عاد بسم الله ودينا. روحوا الى بعض اللي ما شافوش الميكينغ اوف، يلقوها على موقع الشروق ديجيتال، الشروق العامه، ونعطوكم شويه ملخص من هذا الميكينغ اوف ونعاودوا نرجعوا ليحيى مزاح. سي بون اكشن. براني هو صراع ما بين الحق والباطل، ما بين المليح والدوني. الحياة صورة تاع المجتمع اليومية، ونروا للواقع الاجتماعي تاع الجزائر، واقع الحضاري. صح كاين بعض الاشياء قيس المتفرج، ونسادو بوسكيلي لا سوسيتي، لانه كما نقولوا احنا دمنا لازم تفقحها، ما ديرناش. ربي ينوركم. شوها الله يبارك. الله يطول عمرك. الله يبارك ما شاء الله. شوف كيفاش، شوف شكون حسن الحسين. سمعت عندك دمنا دير لها البوماده، ما ديرلاش البوماده، لازم تفقحها. واش دار مزاحم؟ فقع الدمله هذيك على بالي، تقيس بعض عواطف أشخاص، ولكن هذا هو الفنان. الفنان لازم يفوك البوسكول، لاشونز يفوك البوسكول، وهذا هو الواقع. واش رانا نديرو؟ سي سكي سباس اون رياليتي. كاين هذا الآفات رايح حية عندنا، ولكن الناس تغمض عينيها. في مسلسل براني في الأولى كنا حابين نخدموا عمل درامي يرقى يرقى التطلعات المتلقي الجزائري. كنا حابين نخدموا حاجه واقعيه، حاجه جزائريه، حاجه من 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 رحم المجتمع الجزائري. ويحيى مزاحم واحده من لي رونكونتر تاع الحياه، دونك شو فيير دو كروازي مزاحم في حياتي. مزاحم parmi les gens اللي داروا فيها كونفيونس او مومون وين بالك كرهت مع هذا الدومين. مزاحم عطاني هذه الثقه وعطاني هذه الفرصه، يعني علاقه اخويه، علاقه تاع اب لوليدو، علاقه تاع ثقه ثاني. باسكو كذبش عليك، كان كوميديا كيقرا التكست باغ اكزومبل. انا كانوا عندي دي سيكونس بزاف واعرين تكنيكمون ثاني، الاول كنت متخوف شويه من لو جو كيفاش راح يكون. مي المخرج الدور ديالو هنايا وين بان، وين عطاني بزاف لا كونفيونس وعطاني ثقه. مزاحم بارمي لي رياليزاتور، ولا نقدر نقول لك من اكثر الناس اللي ميتريز مليح لا ديريكسيون داكتور. صراحه بيني وبينك انا من يوم ما بديت يمكن اشتغلت مع مخرج واحد، كل اعمالي كانت مع الاستاذ مزاحم، نوجه له تحيه، لانه الاستاذ مزاحم كان يعرف يتطور. سيتي ان تري بون ديريكتور ارتستيك لشخصيه.
الشرطي نزيه، لان في الشرطه الا حبيت تكون نزيه لازم تخدم بزاف، وهذه ثاني عرقلت العلاقه مع زوجته لان ما تشوفوش بزاف، وعندهم مشاكل من قبل، ايزون بيردو ان انفون وما يقدروش، يعني ايزون دي ديفيكولتي باش تحمل المراه ديالو. لودميلا لو كان تشوفو من لي بيرسوناج اللي يبداو بزاف الفوق، بزاف طالعين، بزاف لينيرجي، ومن بعد كي يدخل موح في حياتها كيبدا يدخل لها لا نيجاتيفيتي هذيك، وهي مادام راهي حابه تخرج من حياتها، سيكونس ابري سيكونس نبداو نشوفو بلي لودميلا راهي تهبط في لينيرجي، وكاين بزاف لي ريماركاوها. بالنسبه للشخصيه تاع عادل اسمه مسلسل البراني، ماشي يعني انطلقت من النقطه الالف للنقطه الاخرى تاعها، كان بزاف تطورات اللي صارت في الشخصيه. حم ما خدمش على لا ديكوبر باش تكون حاجه شابه، مي اوسي خير لكل بيرسوناج لا ديكو لي توالمو ولينيرجي لي توالمو، كيما باغ اكزومبل في دارنا يما تالمو تحب اللوكس وتحب الحطه، تلقاو الدار شارجي بزاف، يا بوكو دو بلينغ بلينغ. الاجواء اللي كنا فيها يعني في اون اتموسفير تري فاميليال، نتفاهموا بزاف بعضنا بعض، ومزاحم الله يعطيه الصحه. شغل كنت حابه نخدم مع مسيو مزاحم، كان هذا حلم عندي، دونك حققته، وكان اصعب دور ليا على خاطر ما هدرتش بالوهرانيه، دونك يفالي كونسونطري في الهضره تاعي وممتون سي نلعب ونحس بالامور اللي قدمتها للجمهور، دونك كان صعب زعما كبير باش قديت نهضر باللهجه الجزائريه يعني الالجيغوازا. هذا جزء بسيط من حلقة اليوم الميكينج أوف نتاع مسلسل البراني، حلقة ممتعة جدا. أنا شخصيا نشوف باللي من أحسن الحاجات أننا نشوفوا كواليس العمل. بعد ما في بيان رياليزي. إيه بعد ما نكونوا ربطنا علاقات حميمية مع شخص العمل، شوفهم كيف صوروا، كيف كانوا عايشين، كيف كانوا يتلاقوا. جانب كبير من هذا المونتاج خصصناه للعلاقة نتاع الممثلين مع المخرج. وهذا هو سؤالي الأول يحيى مزاحم لو سمحت، حول يعني ما حتى واحد ما هدرش أمور سلبية، بالعكس الكل يقول بلي مصطفى العريبي يقول فرحان أني كروازيت واحد كما يحيى مزاحم. كريم الدراجي قال كلمة قوية، قال بلي كرهت من الدومين بزية لقيت مزاحم في طريقي، وعيدة عبابسة وغيرهم وغير ياسمين وعمار وغيره. فهذا الحرص على أن تكون علاقات قوية مع الكاست، مع الممثلين، مع كذا، إلى أي مدى يساهم في إنجاح العمل يحيى مزاح؟ هي شوف، لازم في رأيي الفكرة ما تكونش مبنية على المصلحة، هذه الحاجة الأولى. لما تبني أفكارك يعني ولا أهدافك عن المصلحة، تكون مصلحة كما يقولوا في التفكير تاعك، يبان عليك، ما تغش تطول. لازم دير حاجه اللي تحبها. قلت لك انا كي نحب انا كي نصور لقطه نحبها نقعد في الكان خمم فيها باسكو نفرح كي الولد صغير، والعكس صحيح، كي ما تعجبنيش حاجه نبقى نبكي في الليل. شغل صح. الممثلين هما انا في رايي هما الاساس، هما يعني المركز تاع العمل. يعني كي يكون الممثل مليح العمل يخرج مليح، كي يكون الممثل مش مليح ولا يؤدي دور مش مليح ولا مش مرتاح العمل اللي يسقط. انا في رايي على بها انا نحب الممثلين، انا نحب نشوفهم يمثلوا، نحب نشوف ممثل يلعب مليح، نحب نشوفه يلعب كونوتاسيون ديالوج، يلعب يجونغلي كيما تشوف جوار يلعب في الاخر. نحكي على انا تاعي، تقول لي ياسمين عماري حلم، انا تاعي حلم نلعب مع ياسمين عماري. سي ان اونور، ان اونور كبير نلعب مع، نخدم مع مصطفى العريبي، نخدم مع بوعلام بناني، عايده عبابسه، كريم ودراج. انا دي فوا الناس تقول لك هو انا عاونتهم، نو ما عاونت حتى واحد. عباك دي فوا احنا ربي خلقنا سبه في طريق واحد. صح. بصح هو تانيك عاوني، لو كان ماشي كريم ولو كان ماشي مصطفى ولو كان ماشي خالد ماناش نحكيو الان وماناش نشوفو مسلسل مليح. يعني في رايي الفن هو عباك تقارب افكار وطاقات مشتركه اللي تخلي تولد طاقه اللي تنقلها لجمهور معين. هذا هو الهدف تاعنا، الهدف تاعنا هو باش ننقلوا حاجه
انرجي طاقه للجمهور. صحيح. تقدر تبكي تقلقو تنرفزو يزعف يحب يكره كما كان يقول الله يرحمه رشيد فارس الفيلم اللي ما يزعفك ما يبكيك ما يفرحك ما عنده حتى فايده. صحيح صحيح. وهذه الجمله دائما يستعين بها يحيى مزاحم في كاع حواراته تاع رشيد فارس. دائما رشيد فارس حاب نذكره في كل شيء. صح صح ربي يرحمه كان ممثل كبير. صحيح. انا لاحظت في الميكين اوف الممثلين عارفين الدور تاعهم بالضبط وعارفين الابعاد تاع الشخصيه واسباب يعني علاش يلعبوا ولا يقمصوا هذه الشخصيه. انا حبيت نسال يحيى اختيار الممثل يكون على اساس الاسم ام ان على اساس القدره على تقمص الشخصيه؟ خالد بن عيسى في دور السيد احمد، مصطفى العربي في دور عمر، يعني كيف بدا دير الكاستينغ تاعك والاختيار؟ هي شوف الشخصيات هذه لما انا كتبت الفيلم القصه من بكري يعني من 2016 والان يعني ما عاود حبينا نحيوها. اول ناس جاوني في راسي هو خالد ومصطفى، يعني تحسهم مع باش كي تقرا انت تقرا السيناريو مام سيناريو مام تكون كتبت فيه ولا انت درت فيه ولا مي كي تقراه تحس باللي شكون يمثل، تحس الروح تاعك قريبه لواحد. هي تقارب طاقات، هذه الحاجه الاولى. يعني كريمو دراجي مثلا ما خممتش باش نجيب ندير كاسين في الدور تاع كريمو دراجي مثلا نهائيا، بالعكس كريمو دراجي كان الدور في السيناريو يعني قبل ما نكتبوه مع يسرى ومع احمد عزت مع يسرى ملوه واحمد عزت، كان الدور تاع كريمو ضيق شويه ما كانش كبير، ولكن كي كان كريمو تما كان كريمو يعني هو اللي يمثل بدلنا كاع الدور كبرناه لانه باش نعطوا له مساحه اكبر، لانه طاقه الممثل تاع كريمو كبيره بزاف. مينا اشتر مثلا يعني اللي هي الصديقه العزيزه ولا صح. اللي كي جات باش تمثل الدور اللي هو كان دور شويه صغير كي جات مينا اشتر بدلنا الدور عطينا له ديمونسيون كبيره. حتى انا كنت ضيفة عندنا ورحنا ببعد واحد اخر. نفس الشيء بالنسبه لعايده عبابسه، لان بالنسبه لي عايده هي اكتشاف. انا كانت الناس كي تقول عايده مي انا كنت عايده نقول بالك شكون هذه، مي كي شفتها في تيموشا وبديت نعرفها اكتشفت ممثله عندها طاقه كبيره اللي قادره تبدع. وفي هذا الفيلم في هذا المسلسل يعني تقريبا عايده يعني نحي بعض الامثله تقريبا في رايي في المره الاولى اللي هضرت الديالوج 100%. حيت لها الامثله قتلنا مرين حيت لها شويه حيت لها الامبروفيزاسيون وقعدت الديالوج تاعها باش حبيتها دير دور ماشي بكعيه ماشي هضره ولا يتعجب. انا ماشي باش زعما ندراجي الببليك ماشي حاب الببليك زعما بزاف باسكو الببليك ديفا يحب العياط ويحب الاخر. حبينا نكونوا فريمون شويه نخدموا جوست نخدموا جوست نلعب جوست في كاع في الاطارات. كاين ثاني شكون ثاني كاين مصطفى قال لي انا اول مره في حياتي يعني نهضر حوار 100% كلمه بكلمه ما كانش ارتجال يعني الامبروفيزاسيون حبينا نقصوا الماكسيموم دو دابروفيزاسيون. نو لابروفيزاسيون مليحه في الكوميديا اكثر منها في الدراما. في الدراما دي فوا باك يكون عندك معنى ومن بعد كي تروح عندك شويه عندك 10% دائما كاين امبروفيزاسيون 10% حتى ل 20% سا ديبون الاخر. مي انا في رايي قد ما يكون الحوار مضبوط مليح حتى تقراه مليح قبل يعني قبل اللقطه تقراه مع الممثلين كي ما تعجبهمش حاجه ماذا بيا نبدلوها في الحين. بصح دائما الممثل كي يكون متمكن يعني مثلا خالد ولا مصطفى ولا عندهم يعني ولا كريم ولا عندهم دائما هذيك القدره باش يزيد عفسه يزيد حاجه تاعه قالوا لنا الكف هذاك ولا بصي ولا يعرفوا عباك هما ولا يعرفوا الشخصيات اكثر مني. عباك تروح عند خالد ولا مصطفى ولا كريمو ولا يمنى ولا نابورت تحكي معهم الشخصيه تعرفها تقول لك انا نو يمنى ما نديرش اسمه فاطمه ما نديرش هايدك فهموا مليح الدور هايده تقول لي اسمع بصح انا فهمني تدعى على مليكه هذه العفسه تقعد تناقش في الدور. احنا حبيت نحكي تانك عن النهايه تاع العمل اللي كان بزاف اللي قال لك نهايه ولا احنا درنا مسلسل اللي يتبع الشخصيات شافوها حزينه النهايه شافوها كنا قادرين كيما واحد الناس نديروا مونولوج نديروا مواعظ ولا نديروا فرحه وزهوه وعرس كنا قادرين هذا الشيء سهل عباك يا عباك تجرد قلم وقلم وتكتب مي حنا كنا نخدموا على شخصيات هي شخصيه لازم نشوفوا علاش كانت النهايه هكا وعلاش ادت الى هذه النهايه باسكو كاين حاجه كاين حرب كاين معركه بين ناس بين شر كبير اللي هو عمر في رايي وبين الخير اللي لازم كان يكون ماشي الخير المطلق لانه كان لازم يكون واحد الخير ما كانش اللي هو بعض الخير اللي هو متجسد في الاخضر الاخضر ولكن الخير اللي كان لازم يكون في عائله القلعه راح بدا يعاود يولي هذا الخير اللي راح يولي ان شاء الله من بعد هو اللي حيكون الصراع بين هذا الخير وهذا الشر. الجزء الثاني الجزء الثاني هذه تسمى هذه المعركه الاولى تاع الصراع ما نقدرش في المعركه الاولى ربح الشر فيها. صح صح. في المعركه الحياة ثنائيه الخير والشر لا تنتهي. هذه المعركه يعني الدنيا كاينه. انا خدمت على شخصيه عمر بزاف يعني هذه الشخصيه اللي انا في رايي تبان لي البراني هو المشروع اصلا هو عمر لا عمر. لا انا جايك جوست هذه حبيت نحكي عليها برك باش نبداو من بعد حبيتوا تسالوني تفضل تفضل حبيت برك ناخذ شويه وقت. هي البراني اون فيت هي براني هذا الشخص هو عمر مع الاول كان صغير كان يحلم كان عايش في عائله اللي كانت باباه يضربه ويشرب سكير ويضربه والاخر ما عباك هذه صورنا لقطات ما درناهمش نظرا لانتقادات نحينا بزاف امور
لهاد الطفل هذا كان عنده كان يحلم يكون في العائلة تاع سيد أحمد. واش دار تلمو هاد الحب تاع يكون في العائلة تاع سيد أحمد وكره من الفاميليا تاعو، هو بسيكوبات شوية معقد، حرق الدار حرق دار ما قري يحبي ما بزاف، ولكن حرقه كي راه عند دار سيد أحمد كان يتمنى حاجة، لقى حاجة واحدة أخرى ما عملوش بالطريقة اللي حبها، شريك الحلم اللي كان فيه ما عملوش. وهو واش دار؟ خلى أدى سيد أحمد يخرج من الطريق اللي كان لازم يروح فيه، طريق مليح وباسكو باباه يقول لك مدرسة قرآنية وناس مليح. كي تشوف اللقطة تاع القط مثلا تشوف اللي السيد هو اللي خلاه حتى يعذب قط واحد، سيد أحمد اللي يتبعه. قصة انتقام إذن؟ إيه قصة انتقام، هي الفيلم كاع قصة انتقام، سي روفونج ستوري. ألوغ كيف هذا بدا يتعقد ومن بعد يقول بالك مازال الوقت حتى وين جات المرحلة اللي قرر باش ينتقم. هذه القصة تصير مع الآخر. حتى سيد أحمد أنا في رأيي هو البراني تاع الفيلم، اللي خرج مع الآخر براني من العام، براني من نفسه، براني من عائلته، براني من خرج بلا والو، يعني الحياة اللي كان لازم يعيشها ما عاشهاش. نشوفها في اللقطة تاع المرآة مع عمر، اللي يشوف روحه في المراية يقول له الاخر هذيك اللي في الميلاد يقول له كان خير طريق واحد اخرى لو كان درت هذه. قالك شو راني بيان، راني بوفر، ما عنديش سيكاتريس، ما عرفت النجوى، ما عرفت فلان، ما عرفت تاب، يعني مرتاح. هذه في هذه اللقطه اللي هي في المرايا هي تقريبا تارك على سيد احمد، باسكو سيد احمد اختار طريق اللي كان لازم يخرج في طريق عنده، كان يعني كل يعني الوسائل باش يخرج مليح والظروف، وخرج عيان، خرج عيان، خلط تبع هذا الشيطان الصغير اللي هو عمر. هذا انا حدا واش حاب نقول، حبيت نحكي على تلك ناس اللي تغرهم الماده، اللي ينساو ربي، ينساو الطريق المليحه، ينساو الحاجه المليحه، وتغرهم الماده، والماده تولي يحس روحه بلي معليش دوك نربح شويه، نزيد شويه باك نحبس. عباد زي من سيد احمد كان يقول لي مام خالد، يقول لي اسمع بزاف عاودنا نحبس بزاف عاودنا. قلت له انا الهدف تاعي فادي تعودها عندها هدف، ماهيش نديرها هكذا قبلك، باسكو هو كان عنده اضطراب نفسي الشخصيه بلي كل مره يقول لا غنحبس، باسكو عنده تانيب ضمير مانيش مليح، وعلى باله بلي في داخله في اعماق نفسه هذا واش الطريق اللي داها ماشي مليحه. صحيح، دائما يقول لازم نحبس، لازم نوقف، لازم نقدر. من الحلقه الاولى هو يقول، ودائما المال يغرك، المال هذا هو اللي في رايي، المال هو اللي مرات هذه النقاش اللي حبينا نطرحوه، ما هو يعني الفرق بين انت تعرف هو شنو الخير وشنو الشر، تعرف شنو مليح وشنو عيان، واش تختار؟ كما يقولوا الاخضر لوليده، هذا الطريق اللي تتبعني راح تعيش، راح تمرمد، راح ماكش تعيش، ما عندكش قدا، ما عندك والو، ولا تحب تخير الطريق اللي كنت فيها، بصح لازم تقتنع بالطريق اللي ديالك، باسكو الطريق تاع الواحد باش يكون صالح يعني اغلب الاحوال صعيبه ماهيش سهله، يعني المغريات اللي انا عايشين فيها دوكا بزاف، الناس تقدر فاسيل ما تروح لهذي. حبيت نشوف، حبيت نهضر على الانسان كيفاش يقدر يطلع وكيطيح. فنيا اخترت العلاج بالصدمه، بوعلم بناني قال تنكأ الجرح. انا ما بعلم، انا دمله هذيك تروح لها ديريكتومون مهما. انا مع النوع مثلا اللي انا درت مثلا اشهار مره على سكك الحديديه مثلا، تشوف توريك العائله، عائله مهنيه وكذا، ومن بعد يقطع طريق يجي القطار الاخر، بس ما احترموش الموقف. يعني عندك وسيلتين، يا اما الوسيله الاولى هي تقول اياك ان تقطع وكذا وهذه، وانا في رايي لازم توري لي كونسيكون واش حيصير لو كان تقطع. لو كان يعني تغلط مرات كاين عواقب وخيمه، ما تقش تولي للور كما نقولوا بزاف في الفيلم، الوقت هو الاساس، الوقت هو الاساس تاع كلش، الوقت ما يوليش للور. كي ندمت مليكه باش تولي يعني لعائلتها، خلاص لقات العائله تاعها راحت، خلاص انتهى العائله، خلاص ما زيدش تولي انتهت. باش كاين حاجه، ولكن في موحه كاين مساحه للتوبه والرجوع. وي هو بصح موحه كي راح للتوبه ما فهمش التوبه، ما خداش وقته، قال له بابا، قال له خذ وقتك، حتى التوبه لازم تكون فيها تفكير، فيها تعمق، لازم يعاود يقرا، ما محبي يدخل في الدين، لازم يقرا الدين، يقرا القران. كاين واحد الجمله مهمه يقولها له بابا، يقول له ما تحسبش باللي اللي راك دير فيه صح، احيانا يليك تخير الوسط. باسكو الصح مرات انت دير حاجه صح، ولكن انت دير الصح يكون بالك مليح، مع الوقت هذا الصح يقدر ياثر على واحد اخر اللي قدامك، يولي تطرف، يضر واحد اخر. هذا الشيء اللي حبينا نقوله، لازم الانسان يفكر وياخذ وقته في كل حاجه ويفكر فيها ماليا، ما يتسرعش في الامور، باسكو حتى لو كنت تحب تدير الخير، مرات تدير الخير تحب تدير حاجه عياله، مثلا راح تدير الخير وحدك، ما تقدرش تدير الخير وحدك، تحد تحارب انت واسمه تاع المافيا وحدك، ولا تحارب الاخر وحدك، ما كاينش منها، كاين دوله، كاين هذه الامور لازم تطرقوا لها، تسمى هذا الحديث. ولازم تعرفوا حاجه واحده اخرى حبيت نحكيها بعد باش نكون عندكم امور كاع، هي هذه كاع القصه تاع الفيلم تقريبا في شهر واحد. يعني اللي مثلا ليله تاع 100 اللي تخطفت فيها، هي ليله فيها ثلاث حلقات مثلا كاع ليله واحده. يعني انا واش حبيت نعيشوا مع الناس في فتره عصيبه اللي جازت فيها العائله هذه.
يعني ممكن حياتهم تنقلب في فتره صغيره، دخلنا مباشره في فتره صغيره بضيقه من حياتهم. ما عطيتش الوقت مثلا بعد سنه بعد شهرين بعد 3 شهور بعد، يعني كانت احداث بزاف جايه في وقت واحد. ما كنا عايشين معاهم، كنا عايشين في وسط باش كون عندك بليز ديميرسيون، تما تدخل وسط العائله تعيش معاهم. هذه باقي الفرق على المسلسلات واحده اخرى. يعني الوقت كان عنده عامل مهم. كي تعاود تشوفهم تلقى بلي مية قلت تقولها روحي ليكول باسكو ماشي ويكاند، تقولها ما نروحش اليوم انا كذا، فهمني ما تفهم بلي البارح كان ويكاند اليوم ماشي ويكاند. فهمني كانت الامور هذه حبينا نضبطوها، ما تبانش بزاف، ما حبيش ندخل سبيكتاتور بزاف في هذه، مي يعني المده الزمنيه صغيره بزاف. لا تحسوا بالسرعه تاع الاحداث السرعه. علاش نقول لك مو واحد تسرع بزاف باش خدا قرارات. انا في رايي يعني هذه الحاجه لازم ندرسوها مليح، انه واحد حتى لو كان ياخذ قرار مليح يخمم له ويخدمه بعقله. وبابا كان يقول له دائما خمم، خذ وقتك يا وليدي. الشخصية تاع فاطمة تاع الأخت تاعهم اللي ماشي رايبين وبين الشخصية تاع فاطمة، كنا درنا واحد اللقطة اليوم في ميكينغ أوف، اللي يحب يشوفها يقدر يشوفها. فيها واحد المعنى كبير. مي أنا باسكو أنا الشخصية تاع فاطمة تحكي على الطبقية، بسرعة تقريع المجتمع وتحكي على الصراع الطبقي وشنو أهمية المادة، وشنو يعني ما هي يعني أهمية المادة بالنسبة للشخص، يعني اسكو واش قادر تبيع واش قادر تنازل باش تكون مرفه. وفات سي صال الحكايه، وهل ترضى انت كي تكون مرفه على عجل الحب؟ هل الحب اهم من الماده ولا هذا نوع من الاغتراب؟ هذا السؤال انا في رايي درنا لقطه فصلنا فيه ما سمحتناش في العمل، لانه حبينا نتريثوا شويه كيما موحد. حذفت بزاف حذفت حذفنا بزاف حذفنا بزاف بسبب العنف الزائد. ما كانش عنف والله، شوف لا لا والله ابك بتلمو خوف نو، ماشي غير الخوف نو. حذفنا هذه اللقطه لانه حبينا فاطمه تاخذ حقها اكثر في الجزء الثاني، اذا كان جزء ثاني بيان سور. الى الشروق تمشي معنا يكون جزء ثاني اكيد، تعطينا الحصريه اليوم اكيد الشروق اكيد قال لك كاين جزء ثاني يعني اكيد كاين جزء ان شاء الله. الى الشروق معنا اكيد ما مكتوب، انا على بالي بلي راكم في اجتماعات ومفاوضات ان شاء الله يا ربي. مكتوبه لا السيناريو قالها هذه، انا اللي حوس يعطيني حاجه جديده من مور اللي قال لي كاين ان شاء الله كاين نورمالمون ان شاء الله. انا معها. انت قلت بلي ثلاث اطراف، ريد ام يحيى مزاحم وشروق. الشروق ان شاء الله الان ممكن نقولوا باللي بنسبه كبيره تحققت ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باذن الله. انا نتمنى علاش نديروا الى حبينا نكملوا الجزء الثاني، هي باش اهم حاجه نحكيوا على الصراع اللي بين الشر وبين اللي يقدر يكون خير من بعد. باسكو سيدي احمد الشخصيه تاع سيدي احمد راح تبدل نهائيا، تبدل تماما، راح يكتشف نفسه سيدي احمد. شوف باللي البراني مازال احداثه لم تنتهي لانه يحيى مزاحم. معليش انا عندي راي قبل الفاصل ونعطوا المجال للزملاء. انا نشوف انا علاه قلت في المقدمه صاحب مشروع، لانه اذا وضعنا الضامه وحطينا حداها البراني، اذا كان هنالك عمل ثالث العام الجاي ان شاء الله الى ربي يكتب، يعني ممكن القول ان يحيى مزاحم صاحب مشروع تاع ثلاثيه، ليس شرطا ان يكون العمل القادم هو تتمه بقدر ما هو رؤيه للمجتمع. هي الضمه هي الضمه من شاشه تاع سارة برتيما، يعني العمل يعني انا كنظره اخراجيه طبعا اكيد، ولكن يعني ما نساوش يعني الفضل تاع الناس. لا اكيد شركاء في المشروع بيان سور. هذا انا البراني قلت لك انا كاتبه من 2016 كان اسمه السجين يعني، وكان من ناس اطروبه كيسمينها البراني كما يسبع علوش، كان عنده فكره وفهمني. المهم اصحابنا بزاف اللي عطاونا الهام باش الواحد يكون يعني تعرف ما نساوش فضل الناس دائما. في رايي انا ماذا بيا نكمل في بس كان موضوع هذه المخدرات يهمني لاشياء عديده، يهمني لانه نعتقد انه خطر كبير على المجتمع. احنا يعني في رايي لازم يعني لازم كنا نتعرضوا له. خطر على الامن القومي في رايي انا. صح في صح. انا نشوف اللي كان بزاف شباب وكان اهداف وراء هذه المخدرات يعني. ولكن في الجزء الثاني ما راح خلاص يعني احنا كما نقولوا عرفنا شخصيات الناس عرفتهم، الان راح تولي شخصيه القصه عائليه اكثر منها. ما فيهاش مخدرات في الجزء الثاني؟ لا ما كانش مخدرات في الجزء الثاني خلاص. اعتقد انه اكتشفنا شخصيات عرفناها. البزنس تاع سيد احمد طاح، ما عادش عنده بزنس، انتهى. هو كان البزنس الاساسي تاعو. الان المشكل الاساسي هو بين عمر وسيد احمد، راح يكون لانه شنو هي علاقه عمر بسيد احمد بالغول؟ هذه العلاقه الثلاثيه هي اللي راح تكون المحور الاساسي تاع الجزء الثاني. ممكن سيد علي، ممكن سيد حميد تتحول الى رجل سياسي في الجزء القادم. والله شوف انا في رايي لانه كانت كاينه مقدمات، كاينه مقدمات وكانت عنده رغبه، ولكن انا في رايي انسان فاسد صعيب يولي رجل سياسي.
المطلوب في الانسان السياسي يكون فاسد في بعض الحالات والله يعني. اذا كان ماشي معبز ما يصلحش فكروني خطر على خطر باللي راني في حنا في رمضان ما راهش نعاودوا للبرامج الفنيه انا في رايي انا ضد انه واحد يعني فاسد اكيد هو هذا هو الاساسي احنا نتمنى سيدي احمد يعاود يولي سيدي احمد اللي كان لازم يكون سيدي احمد اللي كان لازم يكون قبل ما يعرف عمر لي يعني صح. يخرج يتبع باباه يتبع حاجة يكون إنسان مليح معتدل عادي. إنسان عادي محترم يكون إنسان ذو خلق ماشي مربي صح. حتى سيدي أحمد فسد من الدراهم علاش يقولها لأخته كي ضربها يقولها ما ضربتكش خاطر ضربتك كي عندك الحق بس ما لازمش تقولي ما لازمش تكون عندك الحق أنا عندي السلطة ما تقوليش الحق لازم تقولي لازم تكذبي عليه لازم تقولي واش ما عجبكش ما لازمش تقولي واش تخمي صح صح. أنا عندي السلطة تقولي واش نحب أنا وين. طيب ممتاز يبدو بأن المشروع سيكتمل الجزء الثاني يبدو بأن اختمر ومكتوب وأنا نعرف الأستاذ يحيى مزاحم السيناريو هو أول شيء ممكن يعول عليه في أي مشروع فمازال عندنا أسئلة بزاف يحيى مزاحم من الزملاء يطرحوها وأكيد المشاهدين تشوقوا أكثر لمعرفة كواليس هذا العمل البراني نروح إلى فاصل قصير ونعود نرجع يبقوا معنا مشاهدين الأعزاء أحبابكم مجددا المشاهدين الأعزاء إلى برنامج حنا في رمضان على المباشر على الشروق العامة وشروق نيوز ضيفنا دائما هذا المساء المخرج يحيى مزاحم للحديث عن عمله الأخير البراني الذي اكتسح المشاهدات بالأرقام عدد كبير من الجمهور تابع هذا العمل بكل تفاصيله وتابعت اليوم حلقة الميكينج أوف أو الكواليس كان المخرج يحيى مزاحم في بداية البرنامج قدم بعض التفاصيل حول السيناريو حول الفكرة التي كانت في 2016 إلى غاية تنفيذها الآن وحول الجزء الثاني من العمل والسيناريو الجاهز في انتظار استكمال الاتفاقات فيما يتعلق بالإنتاج فنبدأ الحوار نبدأ معك فيصل ميطاوي بالأسئلة تفضل فيصل يحيى يعني في ملاحظة مع يحيى مزاحم أنه يهتم كثيرا بالأطفال كنا استقبلنا صغيرة مريم رزق الله هنا في السنة الماضية كان عندك الطفلين يلعبوا معك في الضمة يعني الناس كي تسأل كيف المخرج يقدر يدير الطفل يعني لأن الكبار ومثل الكبار محترفين سهل شوية الإدارة ممكن الأطفال كيف تتعامل مع مثلا صغيرة مريم أنا نحبهم بزاف ما قلتش مركش نحبهم ما بيش كان واحد العلاقة هكا واحد الكيمياء بيناتنا اللي نهبط لهم شو فهمني ما قعدتش برا الفوق هاي شو نهبط لهم لو كيما مريم دائما تبعت لي في الاخر واسلام ثاني كتاع عملي فدا مازال يبعث لي عمو مزاحم دائما راني تخي مازلنا ميم حمزه تاع فطيموشه فطيموشه صح انا حتى الافلام اللي بديتها مع الاول دير بزاف افلام كي كنت في الافلام باك انا بديت في الافلام القصيره في 94 هذه حاجه لازم يعرفوها الناس انا ما بديتش دوك ما بديت في التلفزيون ولا بديت في 94 بديت افلام فيها دراما بسيكولوجيه الاولى كما الرخصه تاع تشوفها تاع مصطفى هذيك في الاخر انا درتها في واحد الكورميتاج بكري اسمه فونجونس هي عندها شويه فكره شويه نبيله تعرفني شويه في السينما درت كنت هذيك واحد الهبال شويه تاعي كنت ومن بعد درت بزاف على عالم الطفوله سميت واحد الفيلم نيو ادفنتشرز هكذاك اللي كنت على الطفوله على العلاقه تاع العلاقه الاسريه وكيفاش يعني ممكن تكسر على نقص الحوار في الاسره وهذه الامور خدمت عليها خدمت على الافلام وشاركت في مهرجانات شويه ان بو تشاك كليرمون فيرون منها هكا وبعد يعني بديت بالعقل يعني الاطفال انا خدمت معهم بزاف ونحبهم بزاف شغل ماشي هما لازم تخليهم واحد المساحه تاع حريه ويحسوا بلي راك صادق معهم الاطفال يعرفوك اذا كنت ماشي صادق معهم ما يحسوكش صح ما يعطوكش الروتور هذاك حتى خلف بلاطو التصوير شنك تصور معه فيديو هذا انا نحبهم بزاف انا عندي زوج بنات اكثر مرات زوج بنات قلتها انا كي جات ميسان بدلت لي حياتي ميسان سي كي شتا بروميير فوا باك حنا العلاقه اللي ما باليش الا نقدر نقولها ما نحبش نهضرها بزاف مي العلاقه تاع الاب مختلفه على العلاقه تاع الام مع باك تحب وليدها ملي يعني قبل ما يولد حنا نكتشفوا الولد حنا كي تجي الولد راك تشوفه هكذاك تقول شنو هذا الكائن الغريب هذا شنو هذا اللونج هذا الملاك هذا العفسه ما ماكش عندك هذيك العلاقه بدا تكتشفوا بالعقل تشوفوا يلعب تشوفوا يبكي تشوفوا بدا تدخل واحد العلاقه تاع حب هكا غريبه وعبك قويه بزاف هذه العلاقه ميسان هي البنت الكبرى هذا الأطفال اللي تعاملت معهم يحيى هل يجب نتبعوهم باش نربحوهم كممثلين تاع المستقبل اكيد انا في رايي شوف كيما اسلام كيما عمر راني عمر جبته اسلام كنت حاب جا مسكين قريب كاح بيلعب معايا هذا العام ما لقيتلوش دور اسلام
مريم، انا الحمزه دائما نخمم فيه. انا في رايي يعني هادو كاع اللي عندهم طاقه كبيره تاع التمثيل. حمزه دار واحد الحوار مؤخرا في واحد المنصه، شفتوا شحال صح قوي صح، تقول انت السيد عنده 40 سنه تمثيل متمكن، قالوا له يحيى مزاحم قال لهم هذه ما تنحوها ليش من راسي، يحيى مزاحم احسن مخرج يعرف يدير اداره فنيه للممثلين. باسكو نحبهم انا، باسكو عباك باسكو كي نخدموا في بلاطو هاي كيما كاتاليا هذه طفله شفتها باب الواد، من بعد ندير الفيديو تاعها لا تلاقيت بها في باب الواد، كنا في القهوه من بعد جات عند كريمو قالت له علاش انت مشهور، انا ماشي مشهور انت مشهور، قلت لها والله غير تلعب به. ثم هذه هي قصه دخولها هايدك هاي كيفاش مثلت هذه انا ماني فيك يعني عائله متواضعه جدا وكذا، وباباه ويماه يجوا معنا مساكن في التوناج والحمد لله تحبني بزاف، في شغل عندي شغل دائما عندي عاطفه مع الاطفال باسكو نحبهم انا. صح امينه عندك سؤال؟ عندي سؤال. سؤالي هو كرؤية مخرج، هل تشوف باللي كتابة السيناريو لازم يعني طاقم العمل يكون كتابة سيناريو من قبل ما يبدأ الجزء الأول باش نروحوا الجزء الثاني باش كما نقولوا نتهيئوا نفسيا باش ما نخافوش انه الجزء الثاني يروح لخيبة أمل كما كاين بزاف شفنا مسلسلات راحت الأجزاء الثانية وما توفقتش، هل تشوف باللي كتابة السيناريو مهمة من أول بداية الأعمال؟ يا فريل هي في رأي الجزء الثاني يكون لازم عندك حاجه تحكيها للناس ولا نستناو حتى النجاح تاع الجزء الاول باش نبداو كتابه الجزء الثاني؟ هي النجاح يقدر يعطيك الجزء الثاني انتاجيا وليس في فنيا. فنيا لازم يكون عندك انت رؤيه وكاتبته، ولا ماشي على الاقل عندك رؤيه، عندك شخصيات ممكن تطور. انا انسان اللي نخدم بزاف اكثر من القصه نخدم على الشخصيات، يعني الشخصيات مثلا النهايه تاع المسلسل كانت عندي خيارين، يا اما انا نقرر نهايه يعني نعطي انا النهايه اللي بما يرضي المتفرج اقصى عدد المتفرج، كنا قادرين نديروا هذه، ولكن انا انسان تبع شخصيات، تبعت شخصيات واش هي حابه يصلها. اسكو مازال مفتوحه وش يعني حبيت مثلا عمر هو اللي كان يقرر، تبعت مع عمر، تبعت خالد شغل تحمل حاجات اللي ما كانش حاسبها، كان المخطط يجري ما تجري من تحته ما كانش حاسس. داكو. كانت الامور وعمالو كان هو يمشي في الامور، عمالو كي راح هو اللي خد القرار باللي يوقف وقال له خلاص انت ماشي خويا وخلاص، يعني فهم باللي كان يخدع فيه، بصح فهم متاخر بصح ما فهمش، ما قال كيف فهم عمالو مات وما ماتش. شغل لعب به كيما يحب عمر، كان يمانيبيلي في اللعبه من الفوق هذه يقتل. علاش دمر هو؟ علاش ضرب الاخضر؟ باسكو الاخضر بالنسبه لي هو البوصله، ما حبش حب يدمر موح، حب موحه يقعد يروح في طريق واحد اخرى، ما حبش يخلي ما حبش الواحد يرجع للطريق يعني الوسطيه يخليه يخمم. البوصله تاعو حب يكسرها، هي البوصله تاع العائله حب يقتلها، حس بخطر، حس بخطر. لو انه كنت عنده علاقه قويه مع الاخضر كان يجي، ما يهموش هو، ما يحب حتى واحد، هو كان يكذب عليه دائما يجيب له ماكله من برا يقول له طيبتها فلان، يجيب له الكادو ما يحب حتى واحد، هو انسان في رايي مثل الشر المطلق. ما عمر حبيت نخلق الشخصيه تاع الشرير اللي عنده عايش مع الموتى تاعو اللي قتلهم، عايش مع ناس مرض، عايش مع اكثر من عنده تعدد شخصيات، كل خطا يلوم روحه ويرضي ضميره باسلوب الخاص. يعني فهمني واش هذا عمر بزاف، يعني انا في يعني نركزوا من الناحيه الفنيه اكثر. لانه كاين ناس كيشوفوا ينجح المسلسل الجزء الاول دائما يروحوا الجزء الثاني وما يهتموش بالمحتوى. ما تقدريش مرات من الصعب جدا دير الجزء الثاني اذا ما كانش عندك الرؤيه تاع كاع، ولا شخصيات ما عندهاش حياه، الا شخصيات ما عندهاش حياه تخش شخصيات ميته، حتى لو كان عندك قصه يعني ممكن دير عمل ينجح، ولكن في العمق ماشي ناجح. في العمق ماهوش يعني الشخصيات تاعنا الحاجه مليحه، انا في رايي براني مختلف على الشخصيات الاخرى، كاين عمق على المسلسلات الاخرى، كاين عمق في الشخصيات، يعني تشوفي الديمونسيون تاع كل شخصيه عندها ابعاد نفسيه ماهيش. طيب نبيله تفضلي عندك سؤال. عندي بزاف اسئله ولكن نكتفي بالسؤال في البدايه ومن بعد يا حمد نظرا لضيق الوقت. ايوه هو هدر كثير على الوقت. نبداو بالجينيريك تاع البراني، شفنا باللي كان موجود بالاضافه ليحيى مزاحم مخرجين اخرين اللي هما صفيان حرقوس ومحمد بن عبد الله. وفي السيناريو نفس الشيء، لقينا باللي كاين انت ويسرى واحمد. نعم، هل عامل الوقت هو اللي خلاك تكثف فريق كتابه السيناريو وفريق الاخراج، ولا هو خيار انتاجي وفني؟ لا شوف السيناريو، انا كي كتبت السيناريو كان عندي سيناريو، حبيت انا اضافات،
حبيت إضافات أفكار أخرى، حبيت نوسع المجال، حبيت نناقش مع ناس يعني، ما حتى مدير التصوير اللي هو محمد نبيل اللي، اللي معايا كان شارك في الكتابة تاع السينما ما ذكرناش، ولكن هو ما يحبش يهضروا، هو تانك شارك بزاف في الكتاب. كاين ناس تعطيك يعني أبعاد واحد أخرى، أنت مرات تكون يعني عندك غير بعد واحد مثلا، يجي واحد يقول لك علاش ما نديروش هذه خير، فهمني، توسع القصة بعد تعطيك أبعاد واحد أخرى، يقرأ القراءة الأولى تاعو يعطيك فكره ولا نظره واحده اخرى اللي انت ما شفتهاش في العمل. يعني مليح تكون عندك عده افكار باش تبني سيناريو. الحوار انا درته كاع الحوار. بالنسبه للاخراج كان سفيان حرقوس. سفيان حرقوس يعني من العام الماضي خدم معايا كمساعد مخرج، انا طلبت من التلفزيون باش يديروه في الجينيريك، ما داروش مخرج مناسب، هذا العام درته. انه سفيان حرقوس يعني نتكل عليه، نعطي له مثلا بزاف كان مشاهد نكون انا عندي عفسه ولا هو يقدر يديرهم بنفس الرؤيه تاعي، بنفس النظره تاعي، لانه فهم شخصيات، فهم طريقة العمل تاعي، وهو مشروع مخرج قرا في الإسماس يعني، وخدم بعدة مرات كمساعد أول مخرج. إن شاء الله هذا العام ينتقل إن شاء الله باش يولي مخرج. بالنسبة لمحمد بن عبد الله وغني على التعريف، تعرفيه أبالالي، أنا تبنيت يعني دائما معاها، وكان انتجت الفيلم تاعو الأول الطويل، هو أخرج أفن قصيرة واحدة أخرى، وعنده يعني إحساس كبير وعنده قوة كبيرة، فلما احتجنا شفنا بلي ضيق الوقت عيطنا حبينا واحد مخرج يكون يعني عنده ميتريز يعرف واش يخدم، جبنا فريق ثاني وجبنا أبالا كمخرج ثاني. وكان كان عندك وقت كنت تدير نفس ال ندير نفس الشيء طبعا. كاين حاجه فقط قضاء فقط، انه عدد كبير من طلبه الإسماس موجودين في 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 يعني كاستاجير يعني، ونظن قليل من الشركات الانتاج والمخرجين اللي يعملوا واش راهو عمل يعني، شجع شباب مازالهم في طور الدراسة ولا كملوا الدراسة وخريجي الإسماس موجودين تقريبا كاين بزاف في كل لي بوست تاع العام اللي فات. احنا نجيبوا نشوف العام اللي فات جبنا وي وي خير بيان سير، لازم احنا نشوف دائما التكوين مهم، التكوين اللي يجي عند التمرس يعني عبر يعني يكون مثلا في التصوير ولا الانسان يشوف يعني. انا كنت نحكيوا على مثلا ناس تسقسيني انت كنت ممثل، انا جامي كنت ممثل ولكن مثلت يعني كي كنت في الافلام قصيره كنت نمثل، باسكو لازم نمثل، ما عنديش باش نخلص الناس كنا نخدموا، ما عنديش كنت ندير افلام انا افلامي انت شو مدراه قصدي مثلت في جست ماني جايك مثلت في الفيلم الاول نو فعند علواش عند علواش في لوتخو مون مثلت امير. هذيك الفيلم كان علاش باش انا وريت الافلام قصيره تاعي لعلواش، قال لي تلعب، شافني نلعب قال لي تلعب، قلت له اوكي انا المهم بالنسبه لي كان ندخل في عمل باش نشوف. علاش قلت لك نحب دائما نجيب الشباب باش يشوفوا باش يحسوا واش حسيت انا، باش يعيشوا هذا يشوفوا التصوير ينتقدوا يهضروا. مرات يجي واحد الشاب يقول لك اسمع مزعم بصح هذه فراكورداكس انا ولا ميم يكون غلط ولا جوست مليح سي بيان. انا دائما مفتوح، دائما نخلي الناس تهضر معايا، عندهم تليفون تاعي تما ما كانش هذه، ميم عندنا جروب انا مع لي تكنيسيان نقعد معاهم، ما عندناش هذه الطبقيه في العمل، انا غير في الفيلم يعني من غير حرفوس اللي اكتشفتوا العام اللي فات. العام هذا اكتشفت اكيد اسماء في هذا لي جون، انا نخدم معاهم ليكيب الحق والله. شوف ميم مثلا كي تاخذي اللي خدمت الديكور اول مره تخدم مانجيز ديكور، اول ماكياج عمرها 22 سنه بيكا سمح واسمه اختك وحيده، سي لا بروميير فوا تشد بلاطو كيما هذا تشد ديكور تاع فيلم. نوال بون، نوال خدمت معايا بزاف، مي كان بزاف اللي خدموا اسحاق دور ديجان اللي تسمى يخدموا في دومين اللي هم يتعلموا فيه ويعطوك فيه افكار جديده، باسكو لازم لك دم جديد دائما. اكيد عباك الشباب يعلمك يكذب عليك والله، عباك احنا ديفو نقولوا احنا نعلموهم وهم يعلمونا. يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. تفضل جمال. سي مزحم، كاين مبدا شائع وفكره شائعه في عالم الفن والسينما لو تتفق معايا، طبعا يقال ان يعني اللي نشوفه في هوليود مثلا اغلب الانتاجات اغلب الافلام اللي كانت ناجحه نشوفوا المخرجين، تلقى مخرج هو اللي يكتب العمل، يعني مخرج وكتب وانتاج اقول في المجمل يعني. اعطيك مثال كلينت ايستود وودي آلان، في عندهم بزاف افلام اللي هو مثل فيها واخرجها وانتجها، وسألوهم في أنا شفت بزاف حوارات دائما عندهم واحد الإجابة يتفقوا عليها، يقولوا بلي أنا أثناء الكتابة كنت الكادر والصورة والإخراج كنت نشوف فيه، يعني نقولوا أنه فرص نجاح العمل تكون أعلى لما المخرج هو اللي يكتب العمل. هل مزاحم يحيى سنة 2016 كي كتبت البراني هل كنت تشوف الكادر، كنت تشوف الإخراج، كنت تشوف الإضاءة؟ طبعا ماشي بأدق تفاصيل سؤال الأول، ودائما في نفس السياق لاحظنا أنك أنت اللي كتبت الحوار، هل فكرة كتابة الحوار جات من عندك؟ قريبا لا انت شاركت في السيناريو لكن الحوار كتبت لوحدك. نعم سيناريو بشكل كبير. صحيح. الحوار هل انت قلت هذا يا اللوفر هذا تاعي نفضل انا نكتب الحوار، لانه لو تتفقوا معي زملاء المشاهدين فيها مسلسل البراني جمل قوية جدا
ولقات رواج وحتى بعض المواقع والصفحات كانوا يتقاسموا. كي تشوف مم في الفيلم تاع نادية شرابي في 2003 كتبت الحوار تاع جزء كبير منه. هل هذه الفكرة تاعك انت حبيت اصريت انك انت تكتب؟ قلت لهم خلوا لي هذا العامل تاعينا نكتبه. لا لا ما اصريتش انا نكتب كي انا ندير حاجة اللي نحسها. بالعكس يعيني الخدمة على بالك العدم الخدمة تاع بيرو ومن تفضل انه شخص اخر يكتب تكتب ويدي بيان سور دي فوا تريح شوية مي دي فوا ما يعجب تحب حاجة نتاعك حب باسكو علاش الحوار ماهوش كلام هو بسيكولوجيا وهو اللي يعطيك الأداء تاع الممثل. مثلا الممثل نفسه كي تعطي له حوار ناقص حوار يعني مستوى مش فور وحوار يعني قوي الأداء تاع الممثل يتبدل وانت كيفاش تقدر يعني تخدم مع الممثل بطريقة أحسن إذا كان الحوار قوي. الحوار مهم بزاف يعني عندك المرات الحوار مثلا أنا في الحوار تاعي مثلا تلقى هو يهضر هاك باك يبدل كومبليت ما يهضرش في نفس دائما دون 1 2 3 4 5 1 باك 10 باك 2 فيرغول باك فاهمني باسكو حنا انسان كيما نعيشو دوك ما تنساش ماشي دوك حافظ واش راه راح نجاوبك ولا نكتبو ولا نديرو بو نكتبو هذه بصفه طبيعيه. يحيى في فيصل دقيقه حتى لناخذ فقط الكلام واظن انه فريده عندها سؤال الان ولكن نروحوا الى الجينيريك بلا ليتيم ايضا نحكيو عليه لانه الكلمات تتلاقى ونظن هو نفس اللي كان معك في الضامه اللي عندي في الجينيريك. شوفوا الاغنيه تاع الجينيريك و ثم نسال عنك. بايع الناس عجيبة يعني مليحة المقطع الثاني نحبو أنا المقطع الثاني نحبو بزاف دعاية النهايات لا لا الأخر مازال ما النهايات تاع المقطع الثاني اسمعوا هاو كاين في الأخر اسمعوا بلال اللي يتم ماشي في الشجرة ماشي في الجينيري كان صح صح مام حتى بلال نظن اللي يتم مقتنع بالمشروع عارف واش حاب يحيى المزاح وي أنا نتلاقى مع أسامة وبلال نخدم معاهم بزاف خدمنا من العام اللي فات كان كنت في الضامة كنت حاب يعني نحوس على مشروع أغنية اللي بالنسبة لي أنا عباك عايش في العاصمة نعرف العاصمة فيها الجو تاع العاصمة وفيها كلمات قوية كلمات اللي عندها يعني قوة أنا كنت نحب إلى أنا كنت نسمع تاع ولاد بهجة تاع أوقات عصيبة كنت حبها وحوست عليهم بعد كي تلاقيت مع اللي يخدموا تلاقيت بهم قلت لهم حبيت أغنية الأخر سمعت سمعوني الأغنية تاع العام اللي فات تاع الضامة ومن بعد خدمنا عليها شوية قلت له بدل لي هذه درنا هذه خرجت الأغنية تاع الضامة هذا العام الحاجة الأولى عيط لهم اليوم بس انا مقتنع باللي هما الكلام تاعهم قوي في عمق فلسفي شويه ماهوش تافه ماهوش سطحي وانا مانيش حوس غير على البوز يعني حوس على كلام اللي الناس تسمعوه تقدر يعني كلام الشعبي تخلوها به الى لو ماركيت احنا في الحلقه الاخيره درنا عمر الصغير عمر الزاهي دو فوا درنا قبل مع كان يسمع اختراع عمر ودوزيام فوا في الحلقه الاخيره الحلقه وهذيك اللي يخدم معايا واسوسي معايا في الشركه اللي كان يغني مش تعرف ميم انا اللي يخدم معايا وفنان هو اللي حميد ايه حبينا ندير اوماج لعمر الزاهي باسكو انا حبيت نخلق هذيك الاجواء العاصميه تاع الجزائر ما حبيتش برك نخلق الفولكلور بس كاين ناس تحب تروح الفولكلور يقول لك علاش ما يديرولناش بالفولكلور اوروبا والاخر كيما اختصاصات الزبيده صار لي مشكله على الجاديه اسكو نديرو انا ندير دراما ما نديرش فولكلور كاين مخرجين يقدر يدير لك شريط وثائقي على الفولكلور او يوظف دراميا يعني انا في رايي دراما لازم تخدم على الشخصيات على العمق تاع الشخصيات على البسيكولوجيا كل واحد في الفضاء تاعها في الديكور تاعها تحس العاصمه انا كنشوف الضامه ولا الان تشوف تحس ريحه لا ولا هنا تذكر تحس الحومه ثاني تحس الحومه ايوه هذا هو فريدة ربما عندك سؤال تفضلي وي سؤال صغير فريدة الوغ غموضك الشخصي يتشبه غموضك الفني دونك جي با بوكو بوكو دو كيستيون ا تو بوزي باسكو جي اريتي ديسيي دو تو كومبروند شخصيا وفنيا حبست بطلت صافي دي زاني نحاول انا تعرف انا فريدة من بكري وي مي جوستومون البروبليم سي لا هذا هو المشكل سيك ايماجيني دونك المشاهد اللي ما يعرفكش غير كان انا راني في هاد لا سيتوياسيون وشافوني في الحلقه الاخيره وين
j'étais mal, c'est-à-dire que je sais pas, ma couche ne pique. Je me nalha الفنان وعلاش داير هكا اي نا با سو جوستيفي دونك كيما قلت غموض داك الشخص اللي حبست صافي ديزاني انا نحاول نفهمه حبست نفهم غموضك الفني لكن وينك رايح توصل الكورسور تاعك دون على بالك واش راك دير وعلى بالك ردة الفعل على بالك واش هي دير فيك وانت واش راك دير فيها دونك الى اين حتوصل في درجة أنا فهمت الشوك ولا الإلكترو شوك اللي راك ديرو شاك اني ان بو بلوس فهمت السؤال تاعك بصح السؤال تاعك فيه شوية منطق وفيه شوية ماشي منطق نقول لك علاش سي تو تافي موا نعطيك هذه هي أنا فهمتك هذه هي الفرق هو أو ميم طون باش نفهم باش نجاوب على العام اللي فات أنا خرجت السيناريو ماشي تاعي تاع سارة برتيمان يعني النظرة الرؤية أنا درت رؤية تاعي طبعا إخراجية ولكن الرؤية العامة كانت تاع سارة اللي يعطيها الصحة ماشي غير في الدراما ما في تيموشن أنا جايك أحكي لك تما الرؤية تاعي أنا الأمور أنا نتعمق في الشخصيات تاعي أون جينيرال واقعيين أنت كي تكوني شخصية واقعية فريدة كيما راكي مقلقة دوك ما قدرتش نديرك دائما فرحانه وكي تغني تستحي ما سي با لوجيك باسكو ماناش عايشين يعني كي تشوف انت باغ اكزومبل شو يصير في فلسطين سي سا ما يكونش ما نقدرش نفرحوا دائما انا الفرحه ما نقدرش نفرح تاع الصح انا هذاك النهار انا ابخي بوركوا جي دي من هذاك النهار حبست انا من يوم العراق وانا عايش في حزن جي لو لو ستاتيو اللي كتب من احتلال العراق وانا في حزن ريالمو سقوط بغداد بالك من سقوط بغداد وانا في هذه الحاله اون فيت هو قال جوستومون جامي شفتكم من سقوط الاندلس قال لك جامي شفتكم تقلقتوا الاندلس غير شويه الاندلس عندي وجهه نظر فيها العراق عندي وجهه نظر يعني 100% صح سي بوصل قلت لك حبست ما سيتش نفهم خاطرش قالها وقالها مباشره وقالها لي وقالها للجميع ما تقلقتوش اوتون كي راكو جو فوا با علاش راكو فوزيت شوكي من الخيال الوغ كي راكو تشوفوا الحقيقه الواقع دمتو لي جو يخوف الواقع وما راكوش فوزيت ترانكيل جي فو تكملوا تعيشوا عاديا وحاجه اخرى قلت لك نجاوبك ومن نهضر على الجمال واش خلي قبيله انا كي نكتب انا ندير باش نكتب باش نعطيك عفسان نخدم بزاف على الموسيقى قال لي لي سانتور نسمع باغ اكزومبل كل عمل عنده موسيقى معينه مثلا حتى في اداره الممثل مثلا في زبيدة مثلا في سوسن المعالج جبت له واحد الاغنيه عطيت له اغنيه تسمعها في ودنها هنايا ميم احمد مداح ميم هنا في هذا العمل عطيت له موسيقى عطيت له الاخر انا نتعامل بزاف على الموسيقى مرات نسمع محمود درويش كيما في لومباز شويه محمود درويش فهمني شويه اخوه جبران ومن بعد نروح لبينك فلويد ومن بعد نروح لسيبر ترامب تسمع انا نتاثر بزاف بالموسيقى تسمع الموسيقى تاثر عليا بزاف تسمع مرات الداخلي تاعي هو عباره عن واش نحس به من طرف فنان واحد اخر يعني كي نشوف مثلا ولا نسمع يعني خاصه موسيقى انسبيراسيون من عند الموسيقى بوكو بليس واش جاني حبيت نسقسي السؤال على فاصل اوكي بعد الفاصل الى فاصل وبعدها السؤال تاع فيصل وتاع الزملاء حتى فيصل جايه من الفاصل شفت علي هذا قطعك دائما هاي الى فاصل ونعاودوا نرجعوا مع فيصل مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء مازلنا سهرانين معكم في البرنامج برنامج حنا في رمضان على الشروق العامه والشروق نيوز يعطيكم الصحه اللي راكم باقيين معنا حتى هذا الوقت المتاخر ونعاود نرحب بضيفنا وضيفكم هذا المساء المخرج يحيى مزاحم اللي راه يحكي على مسلسل البراني وعلى امور اخرى كثيره قبل الفاصل كنت وعد زميلي فيصل بعد الفاصل بعد فيصل يعود فيصل ايوه يحيى كنت مسلسل البراني من الحلقة الأولى تعرض الانتقادات تهجم الناس تطالب بوقف المسلسل يتحدثون عن العنف عن المخدرات عن غير ذلك المسلسل تواصل وعرض في قناة الشروق ولقى نجاح كبير يعني كيف تردون على هذه الانتقادات حول المسلسل التي تواصلت حتى اليوم كما يقول عمي الخضر ربي يهديهم هذه الحاجة الأولى كاين مشكلة تاع منطق ومشكلة تاع ناس ولا تبيع روحها وتدير أمور ما لازمش ديرها في رأيي يعني عباك لما يكون الدناء المستوى المتدني جدا الناس دير واش تحب كاين المشكل تاعنا الاساسي اللي هو انا نشوف باللي كاين بروبليم احنا عندنا مثلا كي تشوف مثلا البراني ماهوش وحده في الساحه
كاين مخرجين مهمين هذا العام اللي يبرزوا. انا شفت كاين وليد بوشباح مهم بزاف في البطحه، كاين نجيب بصير كي دار في المعلوليه كي مخرج اول مره، كاين ادريس بن شرنين، يعني كاين مخرجين كاين اعمال مهمه اللي شفتها انا يعني يعني اعمال لاباس بها. وكان شفت لقطات يعني وحتى مسلسلات واحده اخرى اللي فيها مخدرات وفيها وسمه فيها عنف. انا رايي البراني ما فيهاش عنف، ونتحدى اي واحد يجيب لي لقطه تاع عنف دوك يجبدها لي في البراني باش نشوفه. يعني انا لانه انا وليت حي شعبي، وليت في حي شعبي ونعرف الحي الشعبي مليح، مستحيل ندير لقطه اللي تزعج الحي الشعبي ولا تزعج ناس في يعني في منطقه في الجزائر ولا تقلقهم. يعني ممكن نخطئوا، كاع نخطئوا، الانسان خطاء تعرف، ولكن يعني قصدا ولا نديروا عنف ما كانش. يعني في رايي كان لقطه فيها عنف، في رايي كان الناس اللي حبت تكسر عمل لاهداف معينه اللي ما عرفش شنو هما، ولكن نقول ربي سامحهم ربي يهديهم. وكنا نتمنى يعني يكون يعني حتى في ما فهمتش علاش ما تهجموش على كاع الاعمال، ما فهمتش علاش البراني واش درنا يعني البراني زاحل يزعج ما بصح واش نزعج. انا انسان بسيط ما عندي لا عندي سلطه لا عندي قوه لا عندي انسان لا عندي حاجه في يدي لا عندي عصا سحريه. عندي ناس تحبني برك بالك لان يعني حتى السنه الماضيه يحيى كان الدم كذلك تعرض لي وي على بالي ماشي دوك. انا يعني الحمد لله بالك ربي يعمك ديفا يعطيك حاجه اللي يبليك كما يقولوا هذو الناس بالك بلاء باش واحد يحس بالوجع تاع ناس واحد اخرين فاهم. والله العظيم والله العظيم دي فوا والله بلاء باسكو دي فوا انت تقول فرحان باك تحس كي يعطيك الناس باك تخليك تخمم مع روحك في الدنيا في امور واحد اخرى باك تبدع خير في حاجه واحد اخرى. باسكو كي تشوف انت يعني حتى من يعني في بدايه المشوار تاعي انا عييت. انا ما قلت لك بديت في افلام قصيره ويعني وبديت مور حتى كي كملت قرايه باب زوار كمهندس تسمع سيت نخدم حاولت كدير وكان بزاف دائما عراقيل دائما عراقيل. هنا اليوم لحقنا يعني القمه تاع العراقيل ان شاء الله العام الجاي يكون خلاص يعني لحقنا البعد كبير. هذا لا يعني باللي انت صرحت بها هذه الهضره ولو كاع الناس يعرفوها ولا يختلف عليها اثنين باللي الساحه ولات مليئه باللوبيات وجهات محرضه. ما فهمتش علاش اللوبيات عليا هنا ما فهمتش هذه المشكله باسكو انا قلت لك والله انا قاعد نشوف موضوعين والله لانك ناجح مع الاول مع لا انا كاين قلت لك كاين ناجحين هو وليد وناجح الحمد لله البطحه دار حاله نو هو في الدراما ادريس المسلسل تاعو ناجح ودمعلوليه وناجح بزاف علاش ما هدوش عليه جريو ناجح شغل عندك كاين اطراف تسال علاش ما هدوش جريو شفت لقطات انا فيها عنف كبير وفيها الاخر فيها حب وفيها ما هدوش البطحه فيها 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 دفاع الضرب البطحه يحكي على واحد واسمه يعني انسان واش يسولو كيما يقولوا تاع مواس وتاع الاخر رجله يعني انتي سي انتي ايرو كيلكو بار يعني هما مركزين مع يحيى مزاحم. فهمتش انا ما فهمتش هل كاين اطراف تستهدف يحيى مزاحم لان السيده عايده عبابسه في الحصه قالت لك صرفت لمهاجمه والله شوف احنا عندنا ناس شكوك. انا نقول لك حاجه انا انسان ما نحبش شوف انا كنحب نضيع وقتي انا كان يهمني حاجه واحده انا كاع يعني ديفا نرد ماشي باش نرد باش ننبه الناس واحد اخرين باش يفهموا باللي كاين مشكل. مي انا في رايي الانسان لازم يصبر يتحلى بالصبر. الانسان كي يتحلى بالصبر والى ربي يكتب لك باش تحبس تحبس وربي ما كتبش باش تحبس المسلسل. والناس شافت باللي واش انا نديرو ماشي غلط وحاجه مليحه. الناس اللي كان غلطوها بالك في الاول حسبوا باللي صح كاين ناس امنت جاو سقساوني من بعد شافوا باللي واش داروا تلفقوا لنا حكايات بزاف. المهم انا في رايي كاين ناس اللي حابه تكسر العمل بشكل معين لانه العمل بالك تانيك في قناه تانيك معينه ايضا لانه القناه لما يكون في عملين ناجحين يحبوا بالك يثيروا على العمل اللي سهل باش يكسروه. مثلا البطحه ناجح ما صعب باش تكسروا يكسروا البراني باش اسهل في التكسار فهمني ولا كاين سيبله سهله كما انا اقول لك هذا مزاحم اسهل في عنده عمر هاي لك نقاط ضعف نضربوه. بصح انا كان في رايي الانسان ما لازمش يتقلق كما في الدنيا كما قالوا بوعلام انا هذه بوعلام كتبتها انايا في الاخر كي جا يقتلوا بالموز شاف الموز قال له عادي قال له الا كتب لي ربي الموز صح. هو انت قلت لماذا تعرف تاع المتنبي تعرفها قال له الست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني قال له لقد قتلتني يا فتى السيف والقرطاس والقلم. انا كنت حاسس تقول لي ويسهر الخلق جبار لا فهمني هذه تما مرات ما لازمش يهرب لا انت قلت لماذا البراني الجواب بسيط الملايين التي شاهدت البراني ولكن الملايين شاهدت في مسلسلات واحده اخرى انا عاد كنديروا التحليل وي مي هاو البطحه عندهم مشاهدات اكثر من البراني انت اليوم يحيى مزاحم في الصفحات تاعك حول البراني عدد المشاهدات عبر اليوتيوب و الله يبارك زعما ملايين المشاهدات
57 مليون رقم واحد شهادة. مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى. والله غير أنا نفرح لكاع الأصدقاء اللي هم في الأعمال الأخرى، ويعني أنا نهنئهم كاع والناس قاعد تخدم. إحنا الهدف تاعنا هو يكون عندنا دراما جزائرية محترمة، ونتعلموا من الأخطاء تاعنا ونطلعوا المستوى كاع بشكل عام، لأنه أنا في رأيي السوق الجزائري مفتوح وكبير ويقدر يستوعب كاع الناس. أنا في رأيي نقدروا على الأقل ماشي 7 مسلسلات ولا 5 ولا 6 كما هذا العام، نقدروا نجوا على الأقل 20 مسلسل، 20 مسلسل اللي يرضي فريدة، يرضي أمينة، يرضي جمال، يرضيني أنا. كما دوك تشوف أنت في القناة الأخرى، أنا نحب بريكينج باد، الأخرى نحب كازا دي بابيل، كل واحد يجيب أكثر، كل واحد يجيب. إحنا حبينا مسلسل واحد يعجب كاع الشعب، لا ما كاش منها، كاين جماهير ما كاش جمهور واحد كما في السينما. وكاين أمور واحدة أخرى، كاين حاجة اللي ما عندناش معايير، اللي هي المعايير عندك أنت باش دير فيلم ولا دير عمل. كاين زوج معايير، أولا النقد، يعني الناس متخصصين في النقد اللي عندهم مثلا يكتب في جرائد وكذا وناقد معروف وكذا ومختص غير في النقد، هذا قال اوكي هاو يكتب عليك تسمع له باسكو انسان اللي يعني يتوسع يتعمق في التفاصيل، ما يدخلش في الباز والصفحات، ويدخل ويدخل في العمق تاع الموضوع وكيعطيك نقد. حتى هذه تقرا النقد تاعو، تقرا النقد تاع واحد اخر 3-4 نقاد باش تقدر تكون فكره على العمل. كيما انا باغ اكزومبل كي نشوف فيلم يخرج فيلم، راح نقرا كاع النقاد ونشوف، والله وكي نعاود نشوف نعاود نقرا النقاد باش نشوف انا رايي بالنسبه للنقاد ونشوف. وكاين التذاكر اللي كيما نقولوا البوكس اوفيس. احنا في الجزائر عندنا غير التذاكر تقريبا، عندنا نقاد قلال جدا ولا ناس مهتمين في النقد غير في فتره معينه، ما عندناش النقد يعني دائم على مدار سنه، على مدار سنه مجلات نقديه كبيره ولا بسبب قله الانتاج. بسبب قله الانتاج يعني كيما البيضه والدجاجه، مع البالش شكون اللي يبدا الاول وشكون اللي صح خلاص كيفاه. هاو المشكل اللي عندنا، كي احنا عندنا البوكس اوفيس، البوكس اوفيس عندنا في اليوتيوب ولا في عدد الاوديمات تاع التلفزيون. الحمد لله احنا ربي دوك ربي قال لك بلي هاد الناس حبت تشوف المسلسل، لو كان ما حبش تشوفه ما تشوفوش صح. هذه يعني واحد عطاها لك ربي، هما تانك هاي لك المسلسلات الاخرى راني نشوف باللي كاع شوف فيها ملايين الحمد لله. علاش يعني يضربونا احنا ما ضربوش مسلسلات اخرى؟ ما فهمتش والله ما فهمت. طيب أمينة تفضلي. سؤالي، حضرت معنا الفنانة ياسمين عماري وقالت كان شرف لي أني اشتغلت مع يحيى مزاحم، وقالت كان حلمي أني نخدم معاه. قالت أنا اللي حبست والله أنا بكل حبها ياسمين، كي كانت صغيرة تغني مع بابا كنت حبها مما أنا شرف لي نتعامل معاه. قالت كي تواصل معايا قال لهم ماشي مشكل نخدم، بصح لازم تحكي بالجزائري. وي باسكو المسلسل مكتوب. علاش؟ بس كلي أنا شوف أنا نحب الأوثنتيسيتي، الصدق في الحاجة. أنا المسلسل ديالو في العاصمة، ما قدرش أنا ندير المسلسل. أنا مرات ما يعجبونيش مسلسلات يجيب لك واحد من وهران واحد من الآخر، يعني البيئة لازم تكون مهمة. أنت كي تحكي على مسلسل البيئة تاعو في العاصمة لازم يكون اللهجة تاعك عاصمية. بصح قادرة تكون هي مزوجة من لا بصح هذه قادرة، لازم أنا نعبك هذه باش نخدم عليها باش قادرة، ماشي نديرها هكا اعتباطية، لازم ماشي نبررها ونكتب عليها بيا وتعطيها وقت وتعطيها مساحة. هذه الأمور ما خدمناهاش، ماشي داخلة في الدراما تاع ما عنديش مساحة لهذا الشيء. أنا في رأيي بالعكس سي أن إكزرسيس مليح. أنا في رأيي كاع الممثلين في الجزائر لازم يتعلموا كاع اللهجات. أنا مثلا كي حبيت ندير واحد الفوق، تعرفين الفيلم تاع الثورة هذيك تعبتنا اللي الجزائر اللي كتب عاود كتبت انا اول مره الجزائر لونش الجزائر اول شهيده اللي اول شهيده شايب الجزائر. كي رحت لتما درت كاسينغ في قلما، كنت حب الكاسينغ يكون من قلما. يعني انا في رايي نحب هذه الامور. ما تفقناش يعني ما تفقتوش كاين فنانين اثر عليهم وما فسرناش اللهجه، واحد ما يفيق ما نحبش. انا ماذا بيا ما ندخلش في هذا. انا ماذا بيا كي ندير نروح ندير في وهران ولا منين ندير وهران ندير قسنطينه، كي درنا زبيده باغ اكزومبل جبت ممثله من تونس كوتشيتها ولا تهضر بالجزائريه. اي ما نقدرش نجيبها تهضر بالتونسيه، سي با ماشي منطقي. صحيح. طيب يحيى مزاحم، انت مهتم بالتفاصيل تفاصيل تاع العلاقات الاسريه؟ اكيد. في الدار ما شفناها مع اختلاف المكان، بصح هو المكان حاضر في كانت الضامه فيها تركيز على الحومه، تركيز تاع البراني على البرجوازيه والارستقراطيه الاغنياء الجدد اللي جاوا من الحومه وما تكيفوش، حتى الطبقات الثريه ما وافقتش عليهم. شفنا هذا في المشاهد تاع عيد عبابسه، في فعلاقات الاب مع ابنائه، علاقات سيدي احمد مع الوالد تاعو، علاقات الام مليكه مع ابنائها مع بنتها مع وبزاف مظاهر سلبيه. يعني في الدمار نتا كوشت مع اولادها وتربيتهم برغم تضحيه الاب، في البراني الاب حاضر بشكل ما يقاوم، بصح طغيان النموذج تاع الام على الابناء. حتى فاطمه ماهيش نموذج جيد لانها كانت بين وبين. هنا ماذا يريد يحيى مزاحم ان يقول؟ حتى بهي راجلي كام ليست ام جيده يعني ابنائها، هل تريد ان تقول يحيى بلي
الأسرة الجزائرية فيها أزمة كبيرة، مشكلة كبيرة عويصة. أنا شوف، أنا ضد التعميم. التعميم هو دائما أنا في رأيي بزاف حنا عندنا السهولة في التعميم، يعني نقولوا مثلا الشخص صحفي نقول فيصل ديريكتوم، نو فيصل ما يمثلش كاع الصحفيين الجزائريين، فهمني الفكرة. أنا مزاحم ما يمثلش المخرجين الجزائريين، أنا مخرج وحدي. أنا في رأيي كان، أنا كان أمور شفتهم وعينيتهم وضمة، إلى نعاود نفكر باللي ضمة مش أنا كتبته، يعني ماهوش الكتابة تاعي، ولكن اعتنى شغل اعتمته، كما يقولوا الأم مدرسة إن عددتها عددت شعبا الشعب الطيب العراقي. الحاجة اللي حابين نقول، الأم مهمة بزاف في المجتمع، لما تفسد الأم يفسد الأم. كان أنا في الشخصيات اللي درتهم هنا في البراني نهضر عليه، شخصية على الأب شخصية بزاف مليحة، ما كان شخصية مهمة بعض الشيء، ما كانش يدير الحوار كي كان صغير، ما كانش يحاور، حتى كبر باش يفهم بلي ولاده لازم يحاور معهم. أنا هذا الشيء اللي حبيت نهضر عليه، هذا الحب هذا لازم يكون ملي يكون طفل صغير تهضر معاه، تناقشوا يعني تناقشوا في التفاصيل تاع الحياة، تعتبروا احنا عندنا. أنا كنت نحكي على بنتي، يعني الحاجة الأولى كي شفتها قلت مسؤولية كبيرة، وحاجه اللي قلت لازم نديرها، قلت هاد الطفله ما لازمش تكون ملك تاعي، ما لازمش تكون انا، يعني هذه الطفله لازم ندير واش اسمها تاعي، شغل تبعت شغل، خلاص هي عندها حياتها، انا لازم نوقف باك معها. هذا ما كان اسم لبست هذيك تاع لاكاب تاع سوبرمان، ما عنديش لي مو تاع سوبرمان، قلت لازم نكون سوبرمان كلكو بار. هي عطاتني حافز في حياتي، كنت واحد الوقت يائس في حياتي، انا كنت مدمر، كان ما عنديش دراهم، كنت مدمر كاع، كي جات هي عطاتني واحد الحافز، هذا الحافز اللي خلاني بالك نحب نخدم كثر، اللي شغل كل ما نيأس عباك تشوف فيهم البنات تقول اوكي لازم ندير عفسه، لازم ندير، لازم نافونسي. مي دي فوا تنسى تهضر معاهم، تشوفهم كبروا بلا ما بلا ما بلا ما تحكي معاهم بها، ما تعرفش تفاصيل تاع حياتهم. هذا الشيء اللي انا حبيت نحكي عليه، بالك اني نلوم في روحي بالك. يحيى بطريقه الاخراج تاع الضمه وتاع مختلفه براني، نعم مختلفه، لكن كاين عامل مشترك بينهما، وانا تميل الى الاخراج السينمائي. هذيك لوحه تاع مسلي باك باش نقول لكم، فنان مسلي على مسلي، تميل الاخراج السينمائي من حيث مثلا الاضاءه، أكيد من حيث التقطيع، التركيب، التمثيل، يعني ماذا الاختيار؟ انا شوف الجرامير اللي تكتب، يعني النحو اللي تكتب به المسلسل، ما نحكي كتاب الاخراجيه ماشي كتاب السيناريو. انا نكتب كيما الضمه، شغل كي قريته حاجه الاولى اللي حبيت نديرو شغل يكون يعني دوغما، تقدر تقول مخدوم سينما دوغما، وين ما كانش تقريبا يعني الاضاءه هذه ما تلعبش دور كبير، الا شفتوا ما بيش يشوف رايح بزاف، نو رايح اكثر منه في التصوير الدوغما، في التصوير يعني الوثائقي تقريبا، رايح في الواقعيه المجرده. في البراني مختلف تماما، رايح فيها شويه كوتي فانتازيا سينما اكثر. الجرامير اللي نكتب فيه لازم يكون رايح شويه سينما، بصح يقعد شويه في الفيتون، ما لازمش يروح بزاف سينما، باسكو كيما بايزون الشخصيه تاع البوليسي ومينا وراجلها، مينا وراجلها مكتوبه اكثر منها سينمائيا، يعني ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش هذيك العياط بزاف، ما فيهاش الحركيه تاع الفيتون، ما فيهاش بالك ديفا الناس ما يعجبهمش بزاف، حوار هادي. مي انا حبيت نحكي على اسره اللي عانات لو دو، عانات الحداد، الحداد هذاك الحداد اللي فريمون يعني تاثرت، فهمني هذا الحداد كيفاش يخلق في الشخصيه، يكسر الحياه. انت الشخصيه اللي تحبوا بزاف ولكن الحب اختفى، هذاك الحب هو موجود، هو هنا راك تحسه بصح ما كانش، ماكش قادر تمسه، ماكش قادر، حابين يرجعوه بصح ما عندهمش الطاقه باش يرجعوه. بصح خديت الحب في ذاك الحوار بين الشرطي وزوجته، الشرطي وزوجته بقاو متحبين حتى متحبين هما بزاف، بصح خلاص متحبين وما قادرينش يبينوا الحب تاعهم. برك الايقاع ربما يختلف ما بين العائلات الاخرى فيها سرعه، الايقاع مرات مرات كي تخلي بصح الجمهور راهو يشوف تاع التلفزيون، هذا هو خياره هو كمخرج. انا نقول لك خيار، انا ما قلت والو، انا كاين نهضر مرات 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 الجمهور تلعب معاه، تلعب معاه، تعطي له حاجات وتوري له حاجات. احنا ماذا بينا احنا في الدراما، علاش انا بالك ما يحبون بالك، نحب عندي رؤيه مختلفه في الدراما. الدراما نحبها باش ميم انا نامن بالجمهور، الجمهور انا في رايي كان الناس يقول الجمهور ما يعرفش، الجمهور ما يقدر، انا نشوف الجمهور ذكي جدا، صح صح، والجمهور يتفاعل بسرعه كبيره، ميم حاجه ما يعرفهاش ميم يبعث معلو ليها هضره كذا باك يعاود يشوف، يعاود يبعثوا لي انا يقول اسال الله ما شفت هذه على بالك، يتفاعلوا معاك، يتفاعلوا بواحد الطريقه مدهشه. انا الجمهور نعتبره نحترمه بزاف، نعتبره ذكي جدا، ومرات ما يفيقش برك، مرات يكون كاين ناس اثروا عليه ولا دار راح في طريقه، مرات يعاود يشوف العمل يختلف النظره تاعو تماما ويفهم اكثر ويتعمق، يقول والله عجبتني هذه، وكاين ناس يشوفوا النهايه يسبوني باك عاود عيطوا والله عباك والله صح عجبتني على بالك، نفس الشخص هذه اللي ماتت فينالمون عجبتني انا تاني. ميرسي صح انا بصح هي حتى انا بعد فرحت كي شفت مينا الاشطر، نعتبر مينا الاشطر اضافه لاي عمل مهما كان،
وانت قلت وهي كانت دارت معنا مداخلة هاتفية قالت ربما بسبب الوقت كذا، ولكن ما نقدرش نرفض طلب ليحيى مزاحم. مينا ما قدرش مثلو، كانت هي مع دار فشوش، مع كانت مع دار فشوش صح، هي مخرج كبير وما قدرش نأطر على العمل تاعه، وكانت عندها يعني الوقت غير اللي ومع ذلك أضفت المشاهد وبررتها في الدرامية، عطيت لها بعد، عطيت لها بعد باش ما تكونش يعني شخصية. أنا في رأيي كي تشوف يعني مثلا مينا والكوبل تاعهم تحس هذيك الحزن العميق، الحزن اللي فينا بالك في داخلنا كاع. انا حبيت نبين هذا الحزن اطرافيل هذه الشخصيتين. صحيح صحيح. وعلاش قلت انا مينا الشطر ونعطي الكلمه لجمال؟ مينا الشطر ثاني بانوا مع يحيى مزاحم محمد بوشايب اللي نعاود نشوفوه بالزش يعني القط، رغم انه في المافيا وانقلب على اصحابه وكذا، ولكن ولا محبوب الاطفال في هذا العمل، ولا كوميدي حتى هذا المشهد نتاع اللي طلع هذا كيفاش يحيى؟ باقتراح من المخرج ولا مكتوب؟ هذاك مكتوب مكتوب هو باك يزيد تعرف موح يزيد كيما يهبط يتعلق بالطريقه تاعو، باسكو حنا ما كناش في الشجره، كنا لازم يهبط من السور وباك السور، ماك ما لقيناش حل كيفاش يصوت عفسه من السور، كنا باك الشجره تسمع دي فاتور ثاني كي ديكور، هاي نديرو هذه نديرو هذه نتعلق هكا نقدر نهبط اوكي فازي هاي هذه. بصح عنده ادواته الخاصه طريقته الخاصه كي تجيب له عثمان كي تجيب له، هي كانت طريقه مكتوبه اكثر من هكا، مي نقصناها خفنا تروح شويه واعره كوميديا شويه. حبيت نعطيك كوميديا باش نحي العنف، باش نحي العنف باسكو انا اشوف عندك زوج دو فاسون تفكر. انا او ميم طون حبيت ريديكيز، حبيت نتمسخر بهاد الناس، هاد المافيا سوا ديزون حاسبين روحهم مافيا، حبيت نتمسخر بهم. كي تشوف لوتشي دار مع حبيت نديرهم بالجايحين حبيت نديرهم بلي قدام الناس يلعبها سيجار، هو في داخله ريديكيل طفل صغير وجايح بهاد تكركو فاسيل. المهم كاين ايضا الشاب مهدي يجب الانتباه، مهدي هايل مهدي كممثل، ماشي نحكي على الممثل مام حتى شخصية. كممثل كشخصية درامية في العمل، انه لا انتبهوا هنالك شاب راهو في مسار ضياع وكأنه عمل مستقل، رانا نشوفه في مسار تاع واحد لقى كل الابواب مغلقة، العائلة كذا منه، في النهاية يروح للحرقة اللي هي خيار العائلات بزاف يعانوا منه الامهات، وحاب يهرب من روحه. السؤال اللي طرحه ماما قلت له واش راك حاب، علاش راك حاب تروح؟ علاش حاب يروح؟ ماهوش مع البلاش علاش حاب يروح؟ باسكو عنده يعني تقريبا عنده لي موان باش يعيش مليح، فهو يعطوا له مرتب ويعيش بها، بصح هو عنده هذيك كيما تقريبا نفس المشكل اللي عند العائله تاع القريه هذا نو ميم الحسد بين الاخوه، عباك المشكل تاع الاخوه واعر عباك حفظ صغير تخليك عباك خوك يولي عدو تاعك اكثر من واحد براني، شغل هي المشكل اللي كاين، شغل الحكايه اللي هو خوه عقده كيما واسمه الطفله هذيك زينب الكبيره اللي لعبت وسيله مقران، وسيله مقران معقده باسكو كي ولدت ما عندنا مشكل حنا هوني كيلكو بار دي فوا يولد لك ولد ماشي شباب، انت كنت حاب ولد هذا يخرج شباب تولي تكرهه مع الوقت، توالفوا شويه باك يخرج لك ولد شاب شباب لاباس به راك فاهم، هذيك ولد شباب تولي تحبه اكثر من الولد اللي ماشي شباب، هذا الشيء يخلقها في نفس هذيك تعقدت، تزوجت بالخف، تزوجت صغيره، تزوج بلا حب، تزوج كذا، تسمى دمرت لها حياتها الام تقريبا، هي دمرت لها على بها اعتذرت لها في اخر وهي خلات وليدها هذاك الكبير خلاته شغل حملته المسؤوليه تاع الراجل تاع الدار، هي العقد تاعها باسكو هي ما حبتش كون راجلها مات ما تزوجتش وما عاشتش حياتها كامراه صحيح، حبت رمات كاع الهم تاع وليدها خلاته هو يتحمل المسؤوليه كاع، هذاك ولا هذاك التعقد اللي هو سيد احمد مداح اللي يلعب الدور تاع دريس تعقد ولا انسان غامض في داخله عنده عنف كبير في داخله ماهوش قادر ماهوش عارف على بها كي يروح عند الفيلا تاع سيد احمد يتكسل في السرير تاع سيد احمد حاب يعيش هذيك الحياه في الفون تاعو ماهوش انسان زعما كيما يبان متواضع وكذا في سؤال جمال. سؤال جمال. سؤال جمال. تفضل. نظن آخر سؤال لي لأنه الوقت راه قريب. تفضل يا خويا. انت راك ناشط يعني أكثر من 20 سنة من دوشك تعرف الخبايا، تعرف كل الأمور، تعرف المسار الفني في الجزائر، ولو لاحظت واتفقوا مع زملاء مسلسل براني كان لاقى استحسان حتى خارج الجزائر، هناك العديد من المواقع العربية حتى في أوروبا كتبت على مسلسل براني على نجاحه، وحتى بعض المواقع انتقدت، لكن معليش المهم ذكرونا هذا الحمد لله. الحمد لله دائما يقعد حاجه ايجابيه لنا الحمد لله. نظن انك من الاشخاص القلائل اللي تقدر تجاوبني على هذا السؤال بكل صراحه، هل ترى انه اليوم 2024 دراما 2024 تكلموا على المسلسلات ماشي على السينما، هل نقدروا نقولوا اننا لحقنا لمستوى نقدروا نفس اعمال عربي، وانه الاعمال الجزائريه في هذه السنه قادره انها تعرض في منصات؟ واذا الجواب لا بكل صراحة شحال راك شايف بالريتم اللي رانا فيه شحال لازمنا من عام باش الأعمال الجزائرية تقدر تنافس الساحة العربية؟ ما تعطينيش طبعا بالتدقيق لكن
أنا أشوف اللي ممكن، أنا أشوف اللي ممكن، أنا شفت أعمال عربية يعني أقل مستوى، شفت أعمال عربية أحسن، أحسن مستوى. إيه يعني إحنا ماناش يعني أحسن أعمال وماناش أسوأ أعمال، ثم نخذوا الناس عادي. أنا شفت عمل يعني هاد اليومين اللي فاتوا، شفت تقريبا حلقة 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 مولاد بديع، شفت شوية منا شوية منا الحشاشي ميزانية كبيرة ما أنا بعد عليه، شفنا شفت مسلسلات اجتماعية واحدة أخرى، شفت يعني الحمد لله صبا رانا ملاح، نقدروا نفسه مش ما نقدروش البراني، نقدروا نحطوه في منصة، نقدروا نحطوه، نقدروا نحطوه عادي. أنا في رأيي نقدروا مين نتمنوا يكون عندنا وقت خير، باسكو على احنا عندنا مشكلة علاش العمل العربي تخدم يعني طيب مليح طيب على احنا شو نطيبوا شوية بالخف. احنا بدينا التصوير مثلا 16 ديسمبر متاخر بهذا الشيء، 16 ديسمبر ما كعرف يعني شهرين ونص يعني ريال مو، فما تقدرش توجد عمل مليح يروح لك تفاصيل. انا كان بزاف امور في سيناريو، لو كنت قرا سيناريو سيناريو اكبر بزاف ما واش تسولنا. كنت متمني تروح 30 حلقه ماشي باك في عدد الحلقات، في التفاصيل انا بزاف نخدم على التفاصيل، بزاف نقص التفاصيل. شحال اخذت من السيناريو؟ شحال اخذت منه في الاخراج؟ أخليت 50% 50% سما نصف القصة ما حكيت، رحت لي 50% في التفاصيل تاع واش كنت قادر ندير خير أحسن تقنيا وفنيا، رحنا 50% عادي جدا. طيب طيب ما بقناش وقت بزاف، ربما بز كاين أسئلة، ولكن كما قلت في بداية البرنامج يلقنا هضروا مادام حكينا على الدراما العربية والمنافسة على مسلسل مليحة إخراج عمرو عرفة اللي فيه شوية حديث عن القضية الفلسطينية. هذا المشهد توقف عنده الكثيرون، مشهد النزوح تغريبة الفلسطينية تعود يعيد صياغتها المخرج المصري عمرو عرفة، وتحدث في تغريدة قال أنا طلبت في الميكروفون لما جاو استعملت حوالي 300 واحد من الكومبارس وقلت لهم إذا كنتم تحبون فلسطين فأعطوني إحساس الحزن وأنتم تنزحون، حتى لو وصل إلى البكاء. نشوف المشهد مع بعض. حزينة فنيا في هذا المشهد، فالملامح الحقيقية أكثر وجعا يحيى مزاحم. فهذا هو المسلسل المليحة، هذا المشهد تم الحديث عنه بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكما قلت المخرج لم يطلب من هؤلاء الكومبارس بين قوسين سوى أن يشعروا بالحزن لما تعيشه فلسطين حاليا في تكرار لتجربة النزوح، خصوصا أن هنالك ألاف مئات الألاف من النازحين الآن في رفح يعني محاصرين ويتعرضوا للتجويع. فأهمية الدراما في نصرة القضية شيء مهم. أكيد أكيد أنا في رأيي هذا المسلسل ما زال ما بديتوش، جينيريك تاع يعني في رأيي جينيريك رائع رائع تاع أصالة، جينيريك تاع أصالة وقوي جدا. إحنا ما أنا في رأيي كنا لازم لازم باش تدير حاجة على القضية الفلسطينية لازم تكون مستوى عالي، يعني قضية كبيرة بزاف، وإحنا كمخرجين ما لازمش نديروا حاجة تكون يعني مستوى متدني بالنسبة للقضية. انا كنت حاب ندير فيلم اون انيماسيون يعني بروبوزي للناس باش يخدموا معايا، بعثت لواحد ما تعرفه شوقي وما داروهش ما حبوش يديروا، انا ما كنت لازم نديروا فيلم اون انيماسيون ما مشاوش معايا الناس. كنت حاب ندير مشاركه بسيطه ما نجحتش طبعا. والدموع تاع نبيله الزايق اكو تعرفوا نبيله كل يحيى في رايك لماذا تاخرت الدراما فيصل ديريكت؟ نعم ترى انا في حضره الدموع
باش نكمل الفكره. وفيصل يسال. لا 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 شوف كاسل فيصل، انا نحيي مزاحم في المسلسل، دار زوج لقطات على فلسطين، لقطه روح الروح ولقطه فري فلسطين كي كان هذاك الشاب حارق، واللقطة الثالثة أنه الكاست كله لابس فري فلسطين. نحييك على هذا. صح، فكرتينا بروح الروح لأنها فعلا كانت لفتة رمزية قوية. تفضل فيصل لأنه الوقت فعلا انتهى. أحبت نسألك يحيى، لماذا تأخرت الدراما العربية السينما العربية تناولت فلسطين وقضية فلسطينية في عدة أفلام من إخراج فلسطيني عراقي جزائري من دول أخرى؟ لماذا دراما يعني لو كنت تريد تحسب عدد المسلسلات اللي اهتمت بالقضية الفلسطينية وبمعاناة الشعب الفلسطيني تعد على أصابع اليد الواحدة، لماذا تأخرت الدراما العربية في الاهتمام بهذه القضية الأم؟ هذا السؤال لازم كنا نطرحوه كما الله يرحمه مخرج العبقري والكبير اللي أنا بالنسبة لا لا أكثر منه مصطفى العقاد. مصطفى العقاد لأن أشوفه يعني أنا مدرسة تعلمت عليه. مثلا لما حب يدير صلاح الدين المعاناة اللي باش يقدر يجيب ميزانية تاع الفيلم تاع صلاح الدين اللي هي الآن يجيبوها الميزانية يعني أفلام ما تستاهلش، فرق كبير. هذا هو اللي حاب نقول لك، صعب باش تجيب ميزانية بالنسبة للقضية مهمة كيما هذه، صعب إذا ما كانش في إيديولوجيا سياسية ولا موراها ولا هدف معين، إرادة سياسية. إيه صعيب باش تجيب. لا كاين ناس عم يخدموا أفلام كيما الحشاشي ولا أمور اللي عندها هدف سياسي أكثر. إيديولوجي. الآن يعني بكري كنا ندير الأفلام الدينية إلى تفاو لهدف يعني ديني، شغل نورو شخصيات دينية. الآن ولات كان حروب وكان الأمور اللي دخلنا فيها المال هو يلعب بهذه الأمور. احنا إلا حبينا نديرو صح يعني حتى احنا يعني شخصية على الثورة تاني كتانا على الأمور، صعيب باش دير ميزانية مليحة ولا فيلم باش دير فيلم محترم جدا على شخصية يعني أنا في رأي يعني اللي تعطيك هيبة مثلا تشوف شخصية يعني ثورية وشغل تعمق فيها الشخصية ولا تحكي على التغريبة الفلسطينية مور كي ديرها حاتم علي صعيب كدير خير منها. صعيب كدير خير منها يعني على كل حال الحق مستوى عالي جدا اللي صعيب احنا راح نفوتوه كما غلق اللعب كما يقولوا كان مشروع على القناة كما الرسالة في مصطفى العقاد صعيب دوك ديري فيلم على الرسالة صعيب غلق اللعب شغل مستوى عالي جدا. احنا لازم اولا يكون عندنا سيناريو ويكون عندنا إرادة تكون واحد حب يدير فيلم يعني ميزانية عمل كما هذا لو كان ديرو ويكون ساذج ولا مش ولا ضعيف على الصعيد التقني ولا الفني راح يضرب القضيه اكثر من اللي يفيدها. اكيد صحيح. نظن طرحنا كاع الاسئله، يعطيكم الصحه حتى الناس سهروا معنا الليله ونظن سهروا باطل. سمعوا للمخرج نتاع البراني يحيى مزاحم يعطي مزيد من التفاصيل حول السيناريو القصه المشروع ككل الممثلين. فشكرا يحيى مزاحم. حبيت باك نقول نشكر باك بون سيرتو ليكيب تكنيك اللي كانوا معنا باسكو لي زاكتور اللي شكرناهم وغراسو ان شاء الله يعني بفضلهم اللي كان هذا العمل تم يعني، ولكن الفريق التقني ومدير التصوير اللي كان معاه شاب هو جزائري محمد نبيل اللي وقف معنا، كاع الشباب حسين ملال امين جماعه وحيده، هاد الناس اللي شباب اللي قدروا يديروا عمل كبير يعني بالنسبه لي انا. وكنا يعني خايفين مع الاول لكن نجحوا في رايي، ما استعملناش يعني ناس جبنا ناس ولا، وقدروا يديروا عمل مليح يعني في رايي. التقنيين الجزائريين راهم يتطوروا، كان تطور كبير في هذه الاعوام اللي فاتت ورانا لحقنا علاش، ولكن نعاود السؤال تاعو نقول لك بلي يعني كان تطور تقني وكان ماشي تطور فني، كان يعني كان ممثلين اللي كانوا ما كانش يامنوا دوك ولا يامنوا بلي ممكن يلعبوا ادوار قويه ولا كان واحد الوقت يمثلوا باسكو لا غالب هذه هي، الان هم يامنوا بالدور. هذا الشيء راح يدخلنا في المنافسه العربيه ان شاء الله. صحيح ان شاء الله. يعطيك الصحه يحيى مزاحم، ان شاء الله نلتقي في اعمال للحديث عن اعمال ناجحه اخرى باذن الله. الجزء الثاني من البراني او عمل ما تعرفش عليا فريده. انا نحب اباك انا فور في كوميديا اباك شفنا سعد القاسم. شكرا يحيى مزاحم. يعطيك الصحه فيصل امين وسام. شكرا نبيله. شكرا لك فريده يتقاسي وجمال الدير. هذاك هو الوقت نروحوا نتصحروا اليوم طولنا بزاف. هذه هي نورمال مكاين. عسحركم. سلام عليكم.